كانت وما زالت منطلقا للتنوير والتنويريين، ليس ابتداء من الظهر بن عاشور، وليس انتهاء للمفكرين والاساتذه والمعاصرين من هؤلاء التنويريين، الذي شرفنا اليوم بعض منهم وتحدث معهم عن هذا المصطلح واهميته وضرورته وموقعه من الفكر ومتطلباته داخل المجتمع. لعل هذا الاصطلاح يعد من اكثر الاصطلاحات الاشكاليه في عصرنا الحالي، لما يحمله من ثقل معرفي وسياسي وغربي وشرقي، الا ان اغلب القضايا التي تواجه مجتمعاتنا اليوم هي اشكاليات في حد ذاتها لا بد من مواجهتها والتصدي لها بفهمها والانطلاق منها. في البداية أشكر المؤسسات التي احتضنتنا في تونس الشريكة، على رأسها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بقيادة الدكتور مارك مصبوط، ومنتدى الجاحظ الشريك العديد لنا، وبالإضافة لجميع التونسيات التي ما زالت يعني وكان دأبها إيصال دور المرأة في كل المجالات. الرابطة العربية للتنمويين التنويريين، في كل اللقاءات التي عقدتها من زيارات في تونس منذ 3 أيام حتى اليوم، كان لابد من أن أقف وأشرح بالتفصيل كل مصطلح من هذه المصطلحات، لأن أكثر مصطلحا كان إشكاليا هو مصطلح التنمويين. يبدو أنه عامل أزمة دائما في تونس. وفي الحقيقة ما نقصد به مصطلح التنمويين هم الفاعلون في إطار التربية والتعليم بكافة أدواتها، وليس فقط ما يظن به وهو التلقين والتربية بالتلقين أو التربية الأبوية، بل هي جميع أدوات التربية والتعليم من تدريب ومحاضرات أكاديمية وغير أكاديمية، منهجية وغير أكاديمية. لماذا تم اختيار أو من هم التربويون ومن هم التنويريون والعلاقة بينهما؟ في عمل على مدار أكثر من سنة ونصف مع مجموعة من الفاعلين في مجال التنوير والتجديد والفاعلين في التغيير الاجتماعي، من النقاش والبحث حول إشكالية العلاقة ما بين النخبوي والتغيير الاجتماعي، ولماذا قيم التنوير التي كانت محط إنتاج هائل وكبير خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية لم تتفشى في ثقافتنا المعاشة، في ثقافتنا المعاصرة في المنطقة العربية؟ فكان أحد أهم الإجابات، طبعاً الإجابة مفتوحة وما زالت يجاب عليها ونبحث عن إجابات وأدوات، أن لم تحظى هذه المنظومة التنويرية والفكرية التجديدية باحتضان من أدوات ومؤسسات تربوية نقلتها إلى الثقافة العربية المعاشة. لذلك كانت الرابطة العربية لتجمع بين هذه المؤسسات وتبرز أهمية العمل التعليمي الذي يحمل القيم التنويرية والتجديدية، ولتنبه النخب التنويرية والتجديدية على أهمية استخدام الأدوات التربوية لتصمد وكي لا تكون مطبات عابرة في وسط اجتاحه الراديكالية واجتاحته العنف والتطرف. فمن الضروري كان أن نسأل هذه الأسئلة، من الضروري كان أن نبحث كشباب، ليس بشباب العمر فقط بل شباب الروح، عن آلية لدمج هذان الفاعلات، بالإضافة للبحث عن آلية نفهم فيها نموذج التفكير والإنتاج المعرفي، وليس فقط السعي وراء البحث عن إنتاجات ونتائج ونظريات وتبنيها بدون فهمها أو فهم الإطار المنهجي الذي ينتجها. لذلك نحن اليوم نبحث عن شباب مفكر قادر على فهم المنهجية التي يفكر بها هؤلاء، ولأن التنوير هو الشخص الذي
يمتلك الجرأة ليسأل أسئلة فقهية حقيقية. وأنا الخبيري هو الذي يمتلك الشغف لصناعة إجابات أصيلة منطلقة من خبرته الذاتية سابقة ومعرفة متراكمة. لأن التنويري هو الشخص الذي يمتلك روح التعلم المستمر الذي لا يتوقف عن النمو والنضج وتطوير ذاته، وهو الشخص الذي لا تخيفه الأسئلة. لمزيد للتعرف عن هذه الرابطة رحبوا معي برئيس مجلس أمناء الرابطة الدكتور محرز الإدريسي. تفضل. مشكور. تخص النخبة فقط أو تخص مجموعة من المفكرين.
الآن من خلال الرغبة هذه أو على الأقل من خلال سعيها، من خلال اجتهادها، من خلال حرصها، كيف يمكن تحويل هذه المفاهيم المجردة إلى مفاهيم تعاش؟ كيف يمكن تحويل المفاهيم النظرية إلى مفاهيم في الممارسة؟ كيف يمكن أن تعاش ثقافة التنوير بشكل نسحقوله ونحن في حاجة إليه في مستوى الواقع؟ وهذا بالحال يتطبق في مستوى أخلاقيات الأفراد، في مستوى أخلاقيات المجتمع، في مستوى تخليق المجتمع، لأن التنوير لا يمكن أن يتحد فقط على الجانب ربما التحليلي، الجانب العقلي، وإنما أيضا يتناول الجوانب الوجدانية، الجوانب العاطفية، الجوانب السلوكية في حياتنا اليومية. نحن في أشد الحاجة فعلا لهذه الثقافة ولهذه السلوك التنويري. المسألة الأخرى ربما من خلال إحداث هذه الرابطة هو أن التنوير ليس فقط شأن محلي أو شأن قطري، يعني لابد أن يكون هناك نوع من الحركية، نوع من الديناميكية بين الفاعلين في المجتمع المدني، بين المفكرين، بين الجامعات، بين المراكز البحثية في مختلف البلدان العربية، وإيجاد قنوات وإيجاد سلاك وإيجاد شبكات تجعل من أن فكرة التنوير تخرج ربما من بوتقة أكاديمية ومن بوتقة الخصوصية إلى أن تصبح شأن عام. الآن نحن نعيش بالفعل حراك مدني مهم جدا من حيث الجمعيات، من حيث الفاعلين، ولكن لم يتحول التنوير إلى فاعلية ميدانية وإلى فاعلية عملية. يعني كيف يمكن أن لا نفصل بين البحث عن الموارنة وفكرة التنوير؟ كيف يمكن أن نفصل بين الحديث عن الديمقراطية المحلية وفكرة التنوير؟ كيف لا يمكن أن نفصل بين التجديد والإصلاح التربوي وبين عملية التنوير؟ المسألة مش فقط مجرد إصلاحات أو مداخل عامة، وإنما هي ترسيخ لهذه الروح، لهذه الاهتمامات الجوهرية في قضية التنوير. الرابطة هي من حيث ربما السياق التاريخي، التقت مجموعة من الجمعيات ومجموعة من المراكز البحثية والشخصيات الاعتبارية في عمان عاصمة الأردن في شهر مايو 2016، وطرحوا المسألة يعني كيف يمكن بالفعل أن تلتقي هذه الجمعيات، أن تكون هي أقل دافع أو هي تقوم بالخطوة الأولى في انتظار الخطوات التاليها من أجل أن ربما ننتشل فكرة التنوير من حالة النسيان وتفعيلها من جديد. فالتقطت قرابة 20 أو أكثر بقليل من الجمعيات في مدينة عمان، وتم الاتفاق على إحداث الرابطة العربية للتربويين التنويريين اللي هدفها الأساسي ليس بعث وإحداث فروع في المنطقة العربية وفي البلدان العربية، مش هذا الهدف. الهدف هو أن تساهم، أن تكون هي إطار مرن، أن تكون هي إطار ميسر لالتقاء الجمعيات، التقاء المراكز، التقاء الفاعلين، التقاء الشخصيات اللي تعتبر أن قضية التنوير هي قضيتنا وقضية أساسية. فالرابطة هي تحرص وتسعى إلى أن تيسر، أن تسهل هذا اللقاء من أجل جعل الفكرة التنوير هي على طاولة اليومي، على طاولة التفكير، أن لا يتم تغييبها وتهميشها، وإنما أعطاء الحق الذي تحتاجه ونحتاجه كمجتمعات كلها. المسألة الأخرى أيضا بالنسبة للأدوار الرابطة هي أن بالفعل المسألة لا تتعلق فقط بإيجاد ربما نظريات أو إنتاج كتب، وإنما تبسيط مسألة التنوير، تبسيطها من خلال دورات تدريبية، من خلال قنوات تربوية، من خلال التقنيات الجديدة واستعمال التكنولوجيات الحديثة، من خلال الصوت، من خلال الكابسيول، من خلال بعض الأشرطة السمعية البصرية القصيرة. المهم أن تخرج من رفوف الورق، أن تخرج من الجانب المحلق ربما من خلال المفاهيم القيم المطلقة إلى أن تصبح القيم نلمسها ونعيشها بشكل يومي. هذه مسألة ريال وتحديات صعيبة، ولكن أعتبر إذا كان تم أقل تبني الفكرة أن فكرة التنوير لا يوجد قلق في هذه الفكرة، ولا يوجد قلق في هذا المفهوم أن نتحول إلى فاعلين. وهذا ربما المطروح نحن، ليس الحديث فقط عن الظاهرة التنويرية وعن حركة التنوير، لأن نعرف كنا أن حركة التنوير تهتم بالقضايا ترسيخ العقل، ترسيخ الحس النقدي، تأكيد على كرامة الإنسان، تأكيد على قضايا الحرية، ولكن الأبرز من ذلك هو كيف يمكن
أن يتم ترجمتها على مستوى الواقع وعلى مستوى الممارسة اليومية. هذا اعتقادي الرهان الأساسي للرابطة، وبالخلال هذه الندوة هي محاولة ربما أن نستمع إلى آراء زملائنا وأصدقائنا وأخواننا في فكرة التنمية في حد ذاتها. إذا كان عندهم بطبيعة الحال مناقشة في بعض المسائل اللي يشرحوها الأساتذة في مداخلاتهم، ولكن أيضا إذا كان عندهم اقتراحات وتوصيات، لأن الرابطة الآن انطلقت بنواة بسيطة ولكن لا تقتصر على النواة الجهادية، سيتم توسيعها إلى الجمعيات وإلى المراكز وإلى الشخصيات اللي تعتبر أنها مهتمة ويمكن أن تقدم وأن تضيف في مجال التنوير. هذا الرابطة ترحب بكل الشراكات، ترحب بكل الاقتراحات، ترحب بكل المساهمات من أجل أن يتم تطوير هذه الرابطة وأن تصبح بالفعل من بين الهياكل الأساسية في بلادنا وفي بقية البلدان العربية. في الختام بالحال باش ننتقل الآن إلى الأستاذة. تفضل. الندوة هذه باش تكون فيها مجموعة من المداخلات قبل ما بالحال باب النقاش. باش تكون المداخلة الأولى عند الدكتور مصدق الشريتي. دكتور مصدق الشريتي هو مختص في مجال العلوم الغربية وبين الناشطين المدنيين، وهو معروف بالمنسق العام للإنقلاب التربوي، وقام بأدوار كبيرة من أجل الدفع حركة الإصلاح التربوي، لأن بالفعل مسألة الإصلاح التربوي لا يمكن أن تقتصر على التربية بل هي في قلب المعركة التربوية. تفضل. التنوير إذن هو حركة تحرك
وتحليل من عبودية البصايا ومن هيمنة الأوصياء الذين نصبوا أنفسهم على الجنة. التنمير هو الوجود. ألا أفكر؟ ألا موجود؟ إذن ليس بالضرورة على أفكس الهداج بمناسبة أن يفكر ألا موجود، ولا معنى لوجودي بدون التفكير والتفكير الذاتي. الحياة الروحية هي تتويج من التفكير المتأمل وممارسة له بحسب محمد الباب في كتاب التجديد التفكير الديني في الإسلام. التجربة الفكرية والروحية المتحررة بالكامل من البصايا هي التي تشع النور في العقل. يقول كارت: التنوير لا يتطلب إلا الحرية، وأبسط ما يمكن تسميته الحرية هو أن يكون الفرد حراً باستخدام عقله الخاص علنياً في كل الأمور. لكن على الجانب الآخر، الاستخدام الخصوصي للعقل يمكن أن يقيد قليلاً دون أن يضر ذلك في تقدم التنوير. وحين أقول والقول كامل الاستخدام العلني لعقل الفرد، أعني استخدام الفرد العالم أمام العام المتعلم، وأسمي الاستخدام الخصوصي ذلك الذي يستخدمه الفرد بمنصب مدني عهد إليه. الاحترام القوانين وقواعد العمل والمهنة مع بقاء المجال واسعاً من الناحية الفكرية والعلمية لإخضاع تلك القوانين والضوابط المهنية لأشد قواعد العقل صرامة. ويعطي كم أمثلة: الجندي أو الضابط في الجيش له أن يفكر بكل حرية، لكن كل أن يتخلى عن الالتزام بواجبه وتنفيذ الأوامر. رجل الدين أو إمام أو قديس أو قسيس يعني عليه أن ينضبط لقواعد المؤسسة الدينية التي يعمل ضمنها والتعاليم التي يؤمر بتبليغها للعامة والجمهور، ولكن يمكن أن يعمل فكره النقدي الفلسفي بكل حرية خارج إطار المهمة الرسمية التي يطلع بها. وهكذا هو الشاب بكل من يتقلد منصبا مدنيا أو عموميا. الآن نأتي إلى معنى التنوير الديني. هنالك تقريبا معنيان كبيران لمفهوم هذا التنوير الديني. ففي المفهوم التقليدي ليس بالضروري هو السلبي، يعني مدى أبنى على تمثله، هو أن يرتبط هذا المفهوم بمعنى الإيمان والدعوة لإله واحد. ويتلخص التنوير الديني في هذا الاتجاه بقوله تعالى: قد جاءكم من الله نورا وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وإخراج الناس من الظلمات إلى النور أي إخراجهم من ظلمات عبادة الأوهام والأصنام والشرك بالله إلى عبادة نور الكون والوجود اللي هو الله سبحانه وتعالى. وهذا النور من الله هو نور الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها إلى تبيين خلق الله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهل توجد علاقة بين مفهوم التنوير الديني كما يعبر عنه مفهوم القرآن، مفهوم النور القرآني من جهة، ومفهوم التنوير كما جاء في فلسفة الأنوار من جهة ثانية؟ إذا ما بحثنا عن هذه العلاقة في إطار الفهم التقليدي للنور القرآني فسوف يصعب علينا إثبات وجودها، بل سننتهي على الأرجح إلى إقرار وجود منظومتين تنويريتين متوازيتين، واحدة عقلية وأخرى روحية. فيما يخصني شخصيا، بما أنا مفكر حر ومؤمن، وأنا مؤمن لأنني حر، لا أقيم عداوة بين العقل والإيمان. شأن ذلك شأن الفيلسوف إيمانويل كانت الذي جعل الإيمان بالله أحدى مصادرات العقل العملي الثلاث أو الأربع لبناء العقل الأخلاقي، أو ديكارت الذي جعل الله والإيمان به شرطا معرفيا في وجه وساوس الشيطان الباكر حتى لا يدس له في أفكاره الواضحة والمتميزة. ولا أقيم قطيعة بينهما، أي بين العقل والإيمان. شأني في ذلك شأن ابن رشد الذي وصل بين الشريعة والحكمة، أو الغزالي في تصوره للعقل شرعا من داخل
وللشرع عقل من خارج نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء، أو إقدار مراد الفيلسوف الحداثي والمبعدي الحداثي الذي يدمج في مفهوم العقل مفاهيم مثل مفهوم الحب والتوبة، فإنني لن أجعل مفهوم التنوير الأوروبي حكما على مفهوم النور القرآني، بل العكس هو الذي أفعله. ذلك أن ما يوصلني إليه هذا الاختيار المنهجي الواحد هو أن التنوير الأوروبي ما هو إلا وجه من وجهي التنوير القرآني، وهو الوجه الفكري الفلسفي منه. أما الوجه الآخر الذي يفتقده التنوير الأوروبي فهو النور الروحي الشهودي، فقد قال لا إله ولم يقل إلا الله، نفى الخرافة ولكنه لم يثبت الإيمان. والنوران العقلي والروحي مندمجين في التنوير القرآني، حيث أن الإيمان الصحيح الذي هو التوحيد لا يتم إلا بالقطع مع الفكر الخرافي والأسطوري. فالوثنية خلافا للتوحيد عقيدة مبنية على الأوهام، ولذلك فهي تفترض خضوع العالم لتأثيرات الآلهة المعبودة بشكل عشوائي، مما يجعله في حالة فوضى لا يمكن ضبطها عقلا. ومنه نسي حالة بناء العلم الذي يفترض افتراض وقوع أحداث الطبيعة بكيفيات موحدة يمكن صياغتها رياضيا استنادا إلى مبدأ السببية، بينما عقيدة التوحيد تسمح بتصور وجود نظام واحد للعالم مستقر، وضمانة ذلك صدوره عن خالق واحد حكيم لا تجد لسنته تبديلا ولا تجد لسنته تحويلا. ومن هنا إمكانية بناء العلم الصحيح والتحكم ولو جزئيا في مسار العالم لصالح تقدم الإنسان ونهضة الأمم. هذا المفهوم للتنوير الديني الذي يتلخص في القطع مع الأوهام والتحرر من سلطة الأصنام وفهم العالم فهما علميا يتكامل مع التسليم بصدوره عن خالق الحكيم وضع له قوانين ولواميس ثابتة هي موضوع النظر العلمي يمكن إدراجه ضمن براديم الإيمان والنبوة. ولكن يوجد مفهوم آخر للتنوير الديني لا يلغي الإيمان ولا ينكر الوحي، ولكنه يكون أكثر يركز أكثر على الإنسان والأنسنة وعلى التاريخ والعقل، وله صلة أوضح بمعنى التنوير الحداثي الكاونتي. هذا الفهم يرتبط بمفهوم خط النبوة والذي يعني رفع الوصاية عن عقل الإنسان. وهنا نعود إلى أول من اشترح هذا المفهوم بمعناه الفلسفي المبتكر، وهو الفيلسوف الهندي محمد إقبال في كتابه تفكير التفكير الديني في الإسلام، الذي يقول إن مولد الإسلام هو مولد العقل الاستدلالي، وأن النبوة لا تبلغ كمالا الأخير في إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة نفسها أو إنهاء سيرورة النبوة، لأن الأمر تعلق بترجمة ربما ليست دقيقة، وهو أمر ينطوي على إدراكها العميق لاستحالة بقاء الوجود معتمدا إلى الأبد على مقود يقاد منه، وأن الإنسان لكي يحصل كمال معرفته لنفسه ينبغي أن يترك ليعتمد في النهاية على وسائله هو، وأن إبطال الإسلام للرهبنة ووراثة الملك ومناشدة القرآن للعقل والتجربة على الدوام وإصراره على أن النظر في الكون والوقوف على أخبار الأولين من مصادر المعرفة الإنسانية، كل ذلك صور مختلفة لفكرة ختم النبوة. وأضيف على ما قاله إقبال إن ختم النبوة سيرورة معرفية تاريخية لا تنقطع، فهي ضرب من البنائية المفتوحة وليست مجرد حدث تاريخي حصل لحظة انقطاع الوحي، ولذا علينا أن نمعن باستمرار في مزيد تكريس هذا الختم، أي مزيد استبدال التقليد بالفهم وإرادة التجديد والفعل في العالم والتاريخ. وللتنبيه أيضا أن هذا الختم لا يخص المسلمين فقط، بل هو ظاهرة كونية، ولذلك نجد أن الأوروبيين الآن والغربيين هم الذين يمارسونه ويمعنون في تحقيقه وتسهيلته، معناها وليس المسلمون وللأسف الشديد. أعطي مثال، بما أننا في تونس وبما أن التجربة هنا تنطلق من تونس، عن التنوير الديني في التراث الإسلامي في تونس من خلال مفهوم هو مفهوم المقاصد الشرعية
المؤسسة في المعاني العقلية والمعاني العرفية العمرانية، كما صاغه الشيخ طارق بن عاشور عنواناً بارزاً للتدوير الديني في تاريخ الثقافة الإسلامية. يميز ابن عاشور بين نوعين من المقاصد الشرعية، هما أولاً المقاصد التي هي معامل حقيقية لها تحقق في نفسها، بحيث تدرك العقول السليمة ملاءمتها للمصلحة أو منافرتها لها، كإدراك كون العدل نافع وكون الاعتداء على النفوس ضار. والمقاصد النوع الثاني هي المقاصد التي هي معامل عرفية عامة، والمراد بها المجربات التي ألفتها نفوس الجماهير، إذن هذا في الكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية، واستحسنتها استحسانا ناشئا عن تجربة ملائمتها لصالح الجمهور، كإدراك كون الإحسان معنى ينبغي تعامل الأمة به، وكإدراك عقوبة الجاني رادعة إياه عن العودة إلى مثل جنايته، ورادعة غيره عن الإشراف. فنلاحظ هنا من الناحية الإبستيمولوجية المعرفية مسألة في غاية الأهمية، وهي أن المرجع الحقيقي للمقاصد ليس النص بحد ذاته، وإنما أمران تضمنهما النص وهما يقعان موضوعيا خارجه، وهما أول الحس السليم، وثانيا التجربة التي مورست فصحت، أي العقل والواقع اللذان يشهدان بوجود المصلحة أو المفسدة. فيصبح النص الذي تستقر أحكامه وعلل أحكامه الصيغة النظرية المكتوبة التي تعبر عن خلاصات العقل العقلي الصادق، فهو نص موثق لتجربة العقل بما هو حس سليم وبما هو خبرة وخزان تجارب، أي كتاب الله المسطور الشاهد على كتابه المنظور والمجرد. نأتي الآن بعد هذه المقدمات المفهومية والنظرية إلى مسألة التعليم الديني وربطها بمسألة التنمية الدينية. لنضع الأمر في إطاره قبل كل شيء، قضية التعليم الديني في تونس. من المعلوم أن التعليم الديني في إفريقيا بصفة عامة كان موضوع نقد شديد من قبل العلامة ابن خلدون، ولم تطر عليه تحسنات وتطورات إلا يعني قليل اللمم، مما استوجب من جديد بعد 6 قرون تقريبا أن يكتب الشيخ طارق بن عاشور كتابه أليس الصبح بقريب، يعيد تشخيص أدواء هذا التعليم الزيتوني التقليدي ويقترح علاجات له. وآخر ما انتهى إليه هذا الجهد مؤسسيا مع الشيخ طارق بن عاشور والزيتونة هو إقرار الشعبة العصرية في مطلع الخمسينات، ثم جاء إصلاح نوفمبر 58 ليتم ما ابتدئ من توحيد التعليم، وسار بالتعليم الزيتوني مراحل قصيرة متعاقبة من الدمج في التعليم العام إلى أن تم غلق جامع الزيتونة بالكامل سنة 64. وبحكم توجه النظام التربوي التونسي في مقطع الاستقلال توجها تنمويا اقتصاديا مركز على إعداد فترات الدولة المستقلة الناشئة، فإنه قد يعني لم يركز على المسألة الثقافية بالمعنى الوطني الأصيل، بل إنه منح هذه المسألة للوصاية الفرنسية في اتفاقية رسمية كانت ما لا يقل على 20 سنة. ونتج عن ذلك تقلص التعليم الديني، مما نتج عن ذلك يعني هناك دوالث كثيرة نتجت عن هذا، ولكن مما نتج عنه تقلص التعليم الديني إلى أدنى مستوى منذ أن دخل الإسلام أرض إفريقيا، وهو ما يتجلى في التقلص الزمني الواضح لمنهاج التربية الإسلامية في الابتدائي وفي الثانوي، وخلو التعليم العالي منه بالكامل ما عدا في الكلية الزيتونية. ولقد استمر العمل على هذا النهج، أي تحجيم العربية والتعليم الديني، حتى قدوم محمد رمزاني إلى وزارة التربية سنة 76، فحاول رد الاعتبار للعربية وبدرجة أقل من التربية الدينية من خلال إحداث شعبة العلوم الشرعية سنة 78، وهي شعبة متفرعة عن شعبة الآداب في نهاية السنة الخامسة من التعليم الثانوي،
ولا توجد حسب المنشورات منشور الإحداث إلا بأربعة معاهد ثانوية، فلكأنها تعليم شرعي نموذجي. نأتي الآن إلى جوهر الموضوع، ولكن ما ذكرناه سابقا ليس خارجه، بل هي كلها مقدمات وسياقات ضرورية له. طبعا التربية والتنمية الديني لماذا وكيف؟ لقد كشفت الطريق فسمي بثورات الربيع العربي عن ظواهر مكبوتة عدة، من بينها البروز الكبير للظاهرة الإسلاموية السلفية المتشددة، يعني لم تنشأ بمناسبة الثورة، لكن هي كشفت عنها وأبرزتها بأكثر وضوح. وللظاهرة الأخيرة أسباب عديدة يندرج بعضها في إطار عولمي عام اتسم ببروز تيارات الجهل المقدس، وهذا أحد كتب عنوان لأحد كتب حيث ينفصل الدين عن الثقافة ليكتسح العالم بشكل غزو عالمي متشنج بل وعنيف أحيانا كثيرة، غير أن واحدا من هذه الأسباب يقع في مجال التربية حصرا وبمعنيين متقابلين: نقص حاد في التربية الدينية وإفراط فيها في الأمن نفسه. نقص فادح في التربية الدينية المستندة إلى أسس علمية محتوى وطريقة وأسلوبا، وإفراط في اعتماد سياق نصية حرفية للدين منتزعة من كل سياق ثقافي وتاريخي واجتماعي واقعي، وباعتماد أسلوب تبليغي تقليدي بعض يكاد يكون إجباريا وإلزاميا. لذلك على التعليم الديني الجديد اليوم العمل على رفع هذا الجهل المقدس وتوعية الشباب بمقاصد الدين السمحة وحمايته من التطرف والانخراط في العنف في الآن نفسه. وإن أحد أوضح السبل لبلوغ هذه الغاية هي بناء التعليم الديني على أسس بنائية علمية متينة. المطلوب اليوم هو اعتماد التنوير الديني في التربية والتعليم بدل سياسة تجفيف المنابع التدين والروحانية التي أدت إلى تصحر في الثقافة الدينية وخواف التجربة الروحية، مما جعل الشباب لقمة سائغة لمحتطمي الإرهاب والنافخين في الدين. من مدرسة وجامعة إصلاحي 91 و2002 تخرج عشرات الآلاف من المتشددين دينياً والآلاف من الإرهابيين. يمكن أن نراجع هذا الرقم لأن داخل تصريح 800 ونجد تصريحات سابقة تقول 3000 و4000 و5000 على كل أعداد مفزعة. إرهابي واحد حلفية فعلا، فما بالك مئات وآلاف. تعميق الثقافة الدينية والتكوين العلمي الشرعي على أسس تربوية ضمانة من ضمانات السلم الروحي والأهل وحصن متين من الحصول ضد التطرف والإرهاب. المطلوب في التعليم الديني التنويري هو ممارسة نقل تعليمي ترانسبوزيسيون ديالكتيك مناسب، يعني النقل المناسب ترانسبوزيسيون باتيناو، حيث ان عملية النقل التعليمي في مجال التربية والتفكير الإسلامي يجب ان تبدأ بإعادة تقييم المنزلة المعرفية للعلوم الإسلامية القديمة وعدم استنساخها كما هي. عندما نتحدث عن عودة التعليم الزيتوني والتعليم لا يعني نستنسخ الأمور كما هي والأجنبية والمتعاشة وكذا على علاته وحشو من المفيد ونقول هي ثقافية نطلع عليها، لكن لأن لم تعد تجيب الوظائف العمرانية الراهنة والمعاصرة. وكان الزيتونة وظيفة عمرانية، حيث أن عملية النقل التعليمي في مجال التربية والتفكير الإسلامي يجب أن تبدأ بغني هذا التقييم وعدم التعامل مع هذه المعرفة القديمة كما لو أنها حقائق مطلقة ونهائية ولم تتعرض لعمليات إنتاج وإعادة إنتاج تاريخي ونقد معرفي على يدي علماء الأمة السابقين أنفسهم، فضلاً عن قابليتها النقدي من اللاحقين منهم في الوقت الحاضر، وقد يقوم به بعض من ذلك الآن الأستاذ عبد التحول. ومجال الفقه وأصوله والمقاصد وعلوم القرآن والحديث كل حرائر العمل والفهم والاستيعاب والمراجعة والتقييم والتجديد والتطوير والإصلاح على يدي العلماء المختصين المعاصرين، كما كان الحال مع الشيخ الطاهر بن عاشور في المقاصد مثلا ومحمد إقبال في الفلسفة الإسلامية وغيرهما من المفكرين والعلماء المجددين. هذا كله عمل جبار يجب أن يسبق بناء المعرفة المدرسية
في مجال التعليم الديني، وليست الساحة قدوة للشهادات محمودة في هذا الاتجاه، ولكن يجب على المختصين في وضع المناهج التعليمية الانتباه إليها ورصدها والتخيل الأنسب منها لإبستيمية العصر الحديث ولروحانية الأمة التي هي روحانية توحيدية استهدافية. وفي نفس الوقت مع ضرورة مواصلة جهود التجديد والإصلاح في الفكر الديني والعلوم الإسلامية. وشكرا على حسن القيمة. كان بالفعل جولة بين التنوير الأوروبي وبين التنوير العربي الإسلامي، ولكن ربما النقاط الهامة التي أكد عليها حتى الدكتور صدق في العديد من كتاباته هي مسألة ختم النبوة، بما هي انفتاح على أهمية العقل، على استعمال العقل، على الفكر النقدي، واللي هي أعتقد أنها هي في ماهية عملية التنوير، واللي اسعى من خلال ابرازها تطبيقاتها في المجال التربوي والمجال التعليمي. اللي مش يزيد ربما يفلورنا مساله التعليم وقضايا التربيه، شكرا منا الدكتوره بثينه الجلاسي، استاذه بجامعه بالمعهد اصول الدين بجامعه زيتونيه، لديها العديد من المؤلفات من ابرزها النص والاجتهاد من تقديس النظر الى تسريح العقل، وإلى الثاني الطناز في خطاب الخطاب الأصولي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه المطهرين. أريد في بدايتي أن أشكر كل منظمي هذا اللقاء والساعين على إنجازه. عنوان مداخلتي هو الفكر التنميري في برامج الزيتونيين الإصلاحية الطاهر الحداد نموذجا. يقول الطاهر الحداد: يوجد العلم ويثمر حيث يوجد الرأي الذي يخدمه ويجليه، فلا علم إلا حيث يوجد الرأي، ولا رأي إلا حيث يوجد العلم، وإنما الباقي من العلم بعد ذهاب الرأي ما يبقى في الصور المتحركة في السينما من تصوير الحياة التي مثلها آخرون من قبل. هذا الشاهد من كتابه التعليم الإسلامي وحركة الإصلاح في جامع الزيتون، تحقيق الدكتور أنور حسني. محمد أنور حسني. إذن ارتأيت من خلال هذه القولة أن أدرس مشروع الحداد الإصلاحي في مجال التعليم من خلال سؤالين. أولهما: ما هو وجه الخصوصية في هذا المشروع؟ أما السؤال الثاني: إلى أي مدى كان هذا المشروع تنويرياً في تلك الفترة؟ وهو ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في مفهوم التنوير في حد ذاته. هل التنوير رؤية تجديدية يقتضي تحقيقها هدم الماضي والتخلص من تراكماته؟ هل التنوير يقتضي الاحتكام إلى العقل وحده للتوق إلى المستقبل؟ وعلى هذا الأساس تكون مشروعية إعادة النظر في نسبة مفهوم التنوير إلى حضارة دون أخرى. هذه
أسئلة تفرض نفسها في مثل هذا العمل وتوجهه في ثلاثة مسارات. يتصل أولها بالأسباب التي دفعت الحداد للدعوة إلى إصلاح التعليم الزيتون. أما القسم الثاني وعليه مدار العمل فيتعلق بالبدائل الإصلاحية في هذا المشروع وبأبعادها الحضارية والثقافية. ويشمل القسم الأخير إبراز خصوصية هذا المشروع. إذن أولا الأسباب هو دعوة الحداد إلى إصلاح التعليم الزيتون. هي على الإجمال لا تخرج عن سببين. أولهما الوضع العام الذي ساد في العالم العربي الإسلامي آنذاك، وهو وضع مرتبط بما جرى من أحداث قطرية وعالمية. أما السبب الثاني فهو سبب داخلي يتصل بالوضع الفكري، الوضع الفكري للشيوخ والوضع الفكري للطلبة وكذلك الوضع الاجتماعي خاصة للطلبة، وركز الحداد على هذا الوضع. أثر الوضع العام، كان وعي الحداد عميقا بدور الساسة في توجيه التعليم والرفع من شأنه أو الحط من قيمة العلماء وتوظيفهم. هذه القناعة لم ترسخ عند الحداد إلا بعد استقراء التاريخ السياسي في كتابه التعليم السياسي، التعليم الإسلامي عفوا وحركة الإصلاح. استعرض أثر الساسة في إصلاح التعليم أو تعطيله، وخصص في ذلك فصلا وسمه بتاريخ تأسيس بناء جامع زيتون، وأشار فيه إلى أن دور الموحدين كان محتشماً لقصر مدة حكمهم ولتأثير البعد المكاني في تركيز هذه الإصلاحات والاعتناء بها. غير أن العهد الحفصي الممتد على ثلاثة قرون كان له عظيم الأثر في ازدهار العلم وانتشار العلماء في جامع زيتون، لأن هذه الصحوة في تاريخ إصلاح التعليم الزيتوني لم تستمر. فبمجرد سقوط دولة الحفصيين وسيطرة الاحتلال الإسباني أهمل جامع الزيتون وزهد شيوخه في التعليم خوفا من تنكيل المحتل، إذ حول المعهد بالجامعي إلى إسطبل حافل بالدواب. بالنسبة إلى الوضع الفكري والعلمي، استعرض الحداد بالإضافة إلى وضع الأساتذة الشيوخ خصائص الأوضاع المعرفية في جامع الزيتون وحالة الطالب الزيتوني اجتماعياً ومعرفياً، فأثار بذلك كثيراً من العيوب كانت قادحاً للبدائل التي سينهض عليها مشروعه. يمكن تلخيص هذه الهناء في هذه النقاط. أولاً العلوم المدرسة. كشف الحداد عن مسألة تكرار المواد في الدرجة الواحدة، وما رد هذا التكرار هو قناعة الشيوخ بصعوبة فهم عبارات الكتب المدرسة، مما حتم إعادتها في سلكة أو سلكتين في السنة الواحدة. ويعتبر الحداد أن هذا الأمر مضيعة للوقت وإهدارا للطاقات وفراغا يجب سده بالمعارف الضرورية إدخالها بالمعهد. إن تكرار المسائل والمواد كان نابعا من قضية أخرى لا تقل خطورة عن سابقتها، هي نظرة بعض الشيوخ الزيتونيين آنذاك لمختلف العلوم غير الشرعية، وهي نظرة
تقوم على الاحتراز والازدراء. أما ما يتصل بالازدراء فمرده إلى عدم إدراك أهمية هذا العلم أو ذاته، سواء في مضامينه أو مناهجه. يقول الحداد: وقد كنا نسمع من شيوخنا إذ كنا نقرأ الجامع الأعظم من سنة 13 بعد 900 وألف إلى سنة 20 بعد 900 وألف أن التاريخ ليس بعلم، ليس بعلم يقرأ، وإنما هو مجموعة من الأقاصيص والأخبار، ولا ينبغي أن يهتم به الطالب. العنصر الثاني: مناهج التدريس. أدرك الحداد مواضع الوهم في التعليم الزيتوني آنذاك، وهي لا تتحدد في العوامل الخارجية فحسب، ولا في إقصاء أكثر العلوم العقلية، وإنما تعلم المشكلة في منهج التدريس، إذ هو الكفيل بتحريك الفكر وإعمال الرأي وإنتاج المعرفة. وقد ارتكز منهج التدريس في جامع زيتون آنذاك على الحفظ والتلقين والإعادة والتكرار وترديد أقوال القدامى ومآثرهم. يقول الحداد: بقيت العلوم على حالها يوم تركها أهلها، وبقينا نحن كأصوات الفونوغراف نحكي عن عقلية الماضي. لقد أفضى هذا المنهج في التعامل مع العلوم إلى تعطيل الفهم وملكة الاستدلال ونبذ الرأي والاجتهاد ليحل محلها التسليم، ويركن الطالب إلى التمجيد والتقليد، فلا يطمع في مناقشة آراء العلماء ولا حتى إبداء الرأي. وقد بلغ الأمر عند فريق من شيوخ الزيتون حد التشنيع والتكفير لمن يخالف بالرأي. خلق هذا المنهج إذن في التدريس نوعا من الافتراق بين الزيتونيين، إذ قيد فيهم حرية التفكير والفهم وحرية التعبير والقول، وأحاطهم إلى جانب ذلك بهالة من الخوف والقهر، حتى أن الشيخ محمد النخلي عاش جزءا من حياته بالمعهد وهو مطعون في عقيدته، مما أضاع كثيرا من نشاطه في الدرس وجعله على حد عبارة الحداد يقرئ دروسه كعمل ميكانيكي يفرضه عليه الوظيفة. ويتجاوز خطر منهج التدريس حدود التشنيع والتخويف إلى حمل المتعلمين على الحقد والضغينة، ففي تدريس علم الكلام يتحامل بعض الشيوخ على مختلف الطوائف المخالفة لأهل السنة، ويعتبرونها أصل البلاء والفتنة والانحطاط الذي وصل إليه المسلمون. أصل الآن إلى أوضاع طلبة الزيتون. لا يمكن للعلم أن يثمر ويؤتي أكله ما لم يزكى بالمال، وما لم يعمل السياسة على توفير الظروف الاجتماعية والنفسية الملائمة للمتعلم والمعلم على السواء. لقد أدرك الحداد هذه الحقيقة من خلال استقراء الأوضاع الاجتماعية المتردية لطلبة الزيتون، إذ نقل معاناتهم في معاشهم، فبالإضافة إلى بعدهم عن مسقط الرأس يفتقدون إلى مرافق العيش الكريمة من توفر الماء والغاز الكهربائي وعدم اعتناء الدولة بنظافة إقامتهم، حتى أن فواضل الطبخ و
والمياه تبقى في صحن مدارس سكناهم اليومين والثلاثة ملطخة دون أن ترفع، مما تسبب لهم في انتشار أمراض أودت بحياة بعضهم ومعاناة بعضهم الآخر وذهاب عافيتهم. البدائل الإصلاحية. أولاً بالنسبة إلى مواد التدريس، طالب الحداد بتنويع مواد التدريس في الزيتونة وتوسيع آفاق الطالب في النظر والفهم والنقد، ولا يتسنى ذلك إلا بالتخلي عن الاحتراز من منافسة العلوم العقلية للعلوم الشرعية أو العمل على التشكيك فيها، بل إن العلوم العقلية سبيل إلى فهم الواقع وتحليل السياسات وتجاوز العراقيل الحياتية، ولا يمكن أن تهدد العلوم الدينية متى أحسن العالم والمتعلم استثمارها. انطلاقا من ذلك اقترح الحداد تدريس علوم السياسة كالتاريخ والاجتماعيات في درس أنظمة الشعوب والحكومات وأشكالها، واستشهد بفضل هذه العلوم من خلال الإشادة بأثر ابن خلدون في الفكر الإنساني عامة. مناهج التدريس، إذن كما قلت مشكلة التدريس عند الحداد لا تكمن في نوعية المواد المدرسة وإنما في كيفية تدريسها، أي ما يطلق عليه اليوم بالبيداغوجيا والتعلمية ومنهجية التعليم، ولذلك كان عليها مدار حديثه في كامل الكتاب، ودعا صراحة وبجرأة إلى تعويد الطالب على التفكير وإعمال الرأي وتمكينه من آليات التمحيص من خلال مادة علم آداب البحث، ولا يتأتى هذا المطلب إلا من خلال التأسي بمنهج العلماء القدامى في المعرفة، فلا تقديس للآراء لأن كل رأي صواب يحتمل الخطأ والعكس صحيح. ارتناء الساسة، حمل الحداد المسؤولية للحكومات في إهمال الطلبة الزيتونيين، ودعا إلى الاعتناء بمعاشهم ومساكنهم وصرف حوافز مالية، خاصة أنهم وافدون من مختلف المناطق التونسية، واستحسن في هذا المضمار ما ورد في منشور المشير الأول أحمد باشا باي. إن مشروع الحداد إذن ينهض على التكامل بين دواعي الفكر والقيم الكفيلة بالنهوض به، وبين متطلبات الواقع وما تمليه من ممارسة وتفعيل، لا يتمان إلا من خلال إيمان الأطراف الفاعلة من نخب فكرية وسياسية بضرورة التغيير والأخذ بأسباب الرقي واللحاق بالركب الحضاري، وهو ما يحتاج إلى الميثاق والتعاون المثمر والإحساس بجسيم المسؤولية التاريخية. أصل الآن إلى القسم الأخير، خصوصية مشروع الحداد الإصلاحي. تميز الحداد في مشروعه الإصلاحي بخاصيتين، أولاهما التأصيل وثانيتهما التنوير. بالنسبة إلى التأصيل، لم ينطلق الحداد في كتابة مؤلفه من فراغ، فقد اختار له عنوان التعليم الإسلامي وحركة الإصلاح في جامع الزيتون، وأيا كانت علاقة الواو بين التعليم وحركة الإصلاح، سواء كانت وصلا لتوصيف واقع التعليم آنذاك، أو كانت فصلا لانتقاد حياد الزيتونيين عن حقيقة التعليم كما نص عليه الإسلام، فإن ما يعنينا هو أن الحداد انطلق من روح الإسلام واعتبر إدراكه حركة إصلاح في حد ذاتها.
أما العنصر الثاني للتأصيل فهو اللغة العربية، لغة الأمة على حد عبارته، إذ لم يتوانى الحداد عن مطالبة إدارة المعهد بتدريس علوم الحياة باللغة العربية، وذلك من خلال ترجمتها حتى يتمكن الزيتونيون من الاستفادة منها ومواكبة تطور العصر. يقول: هذه المسألة يجب أن يعتبرها التونسيون. بالنسبة إلى التنوير، ليس التنوير فترة تاريخية من حياة أي حضارة أو ثقافة، بل هو قدرها المتجدد بتجدد قضاياها، لأن الإنسان فكر فاعل حتى في لحظات استقالته، تلك اللحظات التي من شأنها أن تكون قادحا للتفكير من جديد في الفعل والعمل. وعلى هذا الأساس لا يمكن لأي ثقافة أن تدعي أنها ثقافة التنوير على الإطلاق، أو أنها خالقة له، وهو ما يدحض مزاعم القائلين بأن التنوير حكر على الحضارة الأوروبية، وبأنه نبع من أوروبا واقتصر عليها. في هذا الإطار يعتبر هو مشروع الحداد في إصلاح التعليم مشروعا تنويريا، إذ انطلق من هشاشة الواقع ورام تغييره وفق رؤية تدعو إلى إعادة النظر في المفاهيم بحثاً عن سبل للتعامل معها تعاملاً بناءاً يروم تحويل هذه الهشاشة إلى أرضية صلبة تحقق المقاصد العليا للإسلام في حياة المسلمين. وليس التنوير بعد ذلك إلا إنصاتاً لمتطلبات الواقع وتفعيلاً للفكر خدمة له في كل أبعاده. وشكراً لكم على حسن الحصول. شكراً دكتورة حسينة الأشطاسي على هذه المداخلة الثانية اللي قدمتنا فيها طاهر الحداد، لا فقط في الجانب المعروف إنما في بعض الجوانب المهمة، وكأنه يكتب في هذه اللحظة. يعني أنا بنتفاجئ ببعض الاستنتاجات اللي تتعلق بقضية المفاهيم، بقضية المنهج، يعني وكأنه تقرير تربوي للحالة الحاضرة. بالتالي أن هناك ثراء كبير في مظلة الكتابة، ويمكن الاستفادة منه والبناء عليه بالنسبة سواء لإصلاحات اللحظة الحاضرة أو ما يتعلق بالدرس الديني. الآن أحيل الكلمة إلى الدكتور محسن الدومي، وأستاذ مساعد بالمعهد العالي للغات في جابس، ومتحصل على الدكتوراه في الجماليات من جامعة قدوس، وغير متحصل على الدكتوراه في علوم التربية من الجامعة التونسية. لديه العديد من الإسهامات الفكرية ستكون مداخلته حول معطلات التنمية الثقافية ضمن السياق العربي. بداية الإطار صباح الجميع، بداية أشكر الشيخ عبد الفتاح مولو أن تقدم لنا على نفسه، ثم لابد من كلمة شكر لكل الهيئة المنظمة، الرابطة العربية للتربويين التنميريين التونسيات ومتدرجحين. والإسلام والديمقراطية أخو سيروان. إذن ننظر إلى كلمكم، ورقة تتكون من 23 صفحة أضعها على ذمة الجمعية
وأرجو أن تجد طريقها للنشر. فقط سأقترح على الحضور الكريم فكرتين أساسيتين. أما الفكرة الأولى تتعلق بما أسميه بالحدثات التطبيقية بمثابتي أبليكي، والمفهوم الثاني هو مفهوم المعطلات الثقافية. أبدأ بالمفهوم الأول. في الحقيقة الكلمة التي تفضل بها سي محرز أكدت أيما تأكيد على البعد التطبيقي للتنوير. الحقيقة شخصيا يعني بدأت أتعامل باحتراس كبير جدا مع ما يسمى بالباراديغم التأويلي. الباراديغم التأويلي في التعامل مع قضايا النهضة والتنوير والإصلاح. هذا الخطاب الإنشائي في بالي حان الوقت حتى نشد هذه المقولات وهذه المفاهيم إلى أرضيتها الواقعية. الحدثات التطبيقية هي بكل بساطة مجال بحث يحاول أن ينظر في مشاريع التنوير الحقيقية، في معطلاتها، في أسباب نجاحها، في سيرورات تطورها. أقدم مثالاً على ذلك من الهندسة المعمارية. لو تأملنا مثلاً التطبيقات الهندسية المعمارية في تونس، سنجد أن النموذج ربما السائد هو موديل فيلا، الفيلا. ولكن من حيث التطبيق العملي شاهدت مشاهدة مباشرة في كثير من الحالات يقع الاستعارة عن هذا النموذج العصري في نموذج تطبيقي. مثلاً المطبخ لا يستعمل استعمالاً يعني كاملاً، بل تلتجم إلى أنكس ملحق ربما في الحديقة بمطبخ آخر ربما أكثر تقليدياً ويكون أكثر براغماتية في التعامل خاصة مع المناسبات. دونك نحن نعتمد بعض النماذج العمرانية ونحاول أن نبيئها في وسطنا الثقافي المحلي، ولكن تحول ونجاعتها الكاملة الكثير من المعطلات. بالنسبة للسؤال الرئيسي لهذه الورقة، وهنا أمر للمعطلات الثقافية، هو التالي: لماذا كانت اللحظة المعتزلية لحظة استثناء في الثقافة العربية الإسلامية؟ لماذا لم تكن هي الأصل؟ ثم مفارقة، النصوص التأسيسية للحضارة العربية الإسلامية هي نصوص تنخرط بعمق في العقل والنظر والتأمل والروية وغيرها من المترادفات. ولكننا من ناحية أخرى، وحاولت أن أترصد الأمر يعني في مجال دقيق جدا، وهو استنباط الفلسفة في الثقافة العربية. محمد عبد الجابري رحمه الله يتحدث عن تنصيب العقل في الثقافة العربية. هذا حدث تاريخي، هذا وجه عملي ملموس لكيفية يعني تحييد وتطبيق تلك المطلقات العقلانية. مثلا كيف تم استنباط الثقافة الفلسفية مادة الفلسفة في الثقافة العربية الإسلامية بوجه عام وفي تونس على وجه الخصوص؟ لو كنت تستحضر، وربما سي عبد الفتاح يستحضر الأمر أكثر مني، في السبعينات شهدت تونس حوار كبير ياسر بين شق ينتصر إلى تعليم الفلسفة وشق آخر يتمسك بلغتها الفرنسية، بتدريسها باللغة الفرنسية. في الحقيقة الأمر راهو ماهوش بيداغوجي فقط. بيداغوجي هو آخر ديمونسيون من خمو فادي. للمسألة رهانات أخرى سياسية، إيديولوجية، حضارية، ثقافية بالأساس. المهم هذه المفارقة إذا تدعونا لماذا هذا التردد؟
إذا كانت النصوص التأسيسية تدعونا إلى اعتماد العقل، العقل هو مناط التكليف، ولكننا من ناحية أخرى وعلى مستوى عملي نلاحظ كثير من التردد، حتى أن كلمة فلسفة لا نقول هكذا بكل عفوية، جزينا من الفلسفة، كفانا فلسفة، أنت تعقد الأمر وغيرها، الفلسفة علمي. إذن لماذا الثقافة العربية الإسلامية يعني تتردد في اعتماد قطاع من قطاعات المعرفة؟ لماذا علاقة سوء التفاهم هذه؟ هل هي علاقة سوء التفاهم بنيوية أم أنها مرهونة في زوالها بزوال أسبابها؟ وهذا في الحقيقة يسمح لي باش نتحدث على المعطلات الثقافية بطريقة أكثر مباشرة. ما أقترحه فيما يخص هذا المفهوم هو أن المعطلات الثقافية هي وجه من وجوه التمثلات الاجتماعية بوجه عام، والتمثلات الاجتماعية كان عندها دور كبير ياسر في العلوم الإنسانية المعاصرة، خاصة مع الفرنسي أبريك ومدرسة مارسيليا. وفي الحقيقة المفهوم هذا تاع ريبريزونطاسيون سوسيال أثبت نجاعة كبيرة في تفسير كثير من الظواهر الاجتماعية بوجه خاص والإنسانية بوجه عام، ولكن التقاليد البحثية هذه غفلت على الجانب الوجداني من هذه التمثلات الاجتماعية. سماح زغون القليل تفضل بالإشارة إلى كلمة تخليق، تخليق التنوير، ودعا إلى ضرورة جعل التنوير سلوك، وأشار إلى الجوانب الوجدانية من التنوير. في الحقيقة مفهوم المعطلات الثقافية لو كان عنده إضافة بارابور ما تفضل به كسون بشار هو هذا الجانب الوجداني، الجانب الوجداني، لأن إذا اتفقنا بأن العقل له أساس في الثقافة العربية الإسلامية، فربما أسباب التردد هذه تعود في جانب كبير منها إلى أسباب وجدانية. ثم في الأخير حتى أختم ولا أطيل عليكم، لو كان نرجع للتأسيس الفلسفي لمفهوم التنوير، وسي مصدق تحدث على التنوير عند كانت، شوف غريب بصراحة، لماذا كل الاهتمام ينصب مباشرة على مقولة العقل في خطاب التنوير الكانتي، رغم أن كانت يتحدث عن التنوير بعبارات الوجدان، بعبارات الجرأة، بعبارات الشجاعة. إذا ما أردت أن ربما أقترحه على الجمهور الكريم هو أن للتنوير معطلات ثقافية، وربما الجوانب الوجدانية من هذه المعطلات الثقافية أشد تأثيرا من الجوانب المعرفية. تو الإنسان لما تقول له إن التدخين يعني مضر بالصحة تستطيع أن تثبت له ذلك علميا ويقتنع، ولكنه مع ذلك يظل مدخنا. علاش؟ خاطر ثم جوانب أخرى للمسألة، هي الريزيستانس بسيشيك ربما وطأتها تكون أشد. كثير من الأمور نستطيع أن نحسمها عقليا منطقيا عقلانيا، ولكن يظل ذلك الجانب الوجداني يظل يعني ربما يتطلب انخراطا أكبر وجرأة أكبر. في الأخير إذن أريد أن أؤكد على الجانب الوجداني من هذه المعطلات الثقافية، ثم أن أؤكد على الجانب التطبيقي من مشاريع التنوير ومشاريع النمو. وشكرا. شكرا دكتور محسن الضومي على هذه المداخلة الدقيقة، وفي مثل فيها تقريبا معاني أساسية. المعنى الأول هو بالفعل أن كل
عملية التنوير ليس فقط هي عملية تنظيرية، وإنما لابد أن تكون أيضا فيها جوانب تطبيقية. هذا ربما الأعمال الصوفية فيها الرابطة وغيرها من الجمعيات اللي تشتغل في المجال التنويري. والمجال الثالث في حالنا المعاطلات الثقافية، فيها ما هو منهجي، فيها ما هو قيمي، فيها ما هو مفهومي، ولكن على الأقل أن من الضروري أن يقع تجاوز هذه المعطلات، لأن عملية التنمية بالفعل تجاوز لحالة من العطالة وتجاوز من حالة من الفقر في المفاهيم والفقر في الفعل، إلى أن تكون هناك الديناميكية اللازمة في إنتاج التنويري والفاعل التنويري اللي يحدث هو الظاهرة التنويرية. لأن الظاهرة التنويرية مش فقط هي مجموعة أفراد متنورين أو تنويريين، وإنما تحدث الحركية الثقافية والفكرية والوجدانية. الآن في خطيبة المداخلات معنا أستاذنا الفاضل عبد الفتاح مورو، نائب رئيس مجلس نواب الشعب والشخصية بالحال الوطنية، واللي أعتقد شخصية جدلية في دون الكلمة الآن لقضية التنمية شخصية مسرحية. فقد يا ملاك احمد يليكم الله الذي لا اله الا هو، واحييكم تحيه الود والمحبه، تحيه التقدير والاحترام، تحيه المعرفه وحب المعرفه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سعيد بهذا اللقاء لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أنه يضم نخبة، وتقديمي للأساتذة المحاضرين قبلي لم يكن من باب التبرع أبدا، ولم يكن من باب التقدير والاحترام الأدبي وإن كان ذلك مطلوبا، وإنما كان من موقع الشعور بأن المفتاح بأيدي هؤلاء الناس، بأيديكم أنتم. أما هذه قضية التنوير، ولست لا أكاديميا ولا عالما ولا عارفا، وإنما مزاول حياة مثل كثيرين من أبناء وطني، ودوري أن أنبه لا أن أجد حلولا. قضية التنوير هذه ليست قضية جديدة، هي القضية القديمة الجديدة المعادة على أسماعنا، والتي طرقت أبوابنا منذ قدوم نابليون إلى مصر، وما أثاره بعد ذلك من ضجة بعد ذلك جعلت محمد علي باشا أولا، ثم المشير أحمد باشا، جعلت جميعهم يشعر بأن قضية التنوير قضية حتمية لما حصل في نفوسهم من انبهار بجيش منظم قدم عليهم قبل البلاء الحسن. فكان أول ما بادر بمحمد علي ثم ما بادر بأحمد باشا هو فتح مدرسة عسكرية وحشرها بدراسة المعارف العسكرية والعلوم المتاحة في ذلك الزمن، والتي من بينها الكيمياء والفيزياء وتعليم اللغات، لننفتح على واقع جديد كنا نرى أنفسنا بعيدا عنه وكنا نتعلم من ذلك. وجاءت مدرسة التنوير في تونس، بدأت بالشيخ بن ملوكة ثم الشيخ قبادو وسلسلة المدرسين بالمدرسة العسكرية، إلى أن انتهت إلى الشيخ سالم أبو حاجب، وبعد ذلك تلميذه الشيخ طاهر بن عاشور الشيخ النحلي، ومن سبه الناس كثيرا اعتدوا على كرامته والحامة الذين ابتذلوه وكانوا يتابعون حياته في آخر حياته ويشمتون به وقد أصيب بمرض لأنه كتب عن تحرير المرأة، ومرأته في الشريعة والمجتمع أصبحت كتاباً منبوذاً لا يقرأ ولا يتعلم.
هذا الوقت الذي استمرنا بناء قرنين ونحن في بداية القرن الثالث من حراكم لم يفضي إلى اليوم، لم يفضي لأسباب متعددة. كنا من قبل نتعلل بالمستعمر ونقول إن الاستعمار هو الذي حال بيننا وبين هذا الإنجاز، وبقينا نخطو خطوات بسيطة. نفس الشيخ الطاهر بن عاشور لم يستطع بعد أن كتب كتابه، لم يستطع أن يحول ذلك الكتاب إلى بداية برنامج إصلاحي إلا بعد انقضاء 45 سنة من كتابة هذا الكتاب، لأنه شعر بصدود من أبناء المدرسة أنفسهم، هم الذين قاوموا الإصلاح. وكان يقول أليس الصبح بقريب، إن أعداء الإصلاح هم المسؤولون عن البرامج التربوية والتعليمية لجامعة زيتون. نسبنا ذلك، نسبنا التعطيل إلى المستعمر، نسبناه بعد ذلك إلى قلة الإمكانيات المادية وأن أمة فقيرة لا تملك إمكانيات، نسبناه إلى الدكتاتورية التي جذبت على صدورنا مدة من الزمن. قلنا المستعمر ترك خليفته وهو الذي عطل العطاء فينا، لكن هذه ليست إلا تعنات في الحقيقة. والذي جئت من أجله هو أن أستنطقكم أنتم المباشرون لهذا الحراك. ما الذي يجعل هذه القضية لم تفضي الأستاذ في آخر كلمة الآن؟ قال هذا الحراك لم يفضي منذ أن عطل الفكر لدى الطبقة الأولى من المسلمين في القرن الثاني، وعندما نبذ المعتزلة وأصبح من يذم بين الناس يوصم بكونهم معتزلين. حتى الشيخ النحلي كان يعتبر معتزليا، وأنا في هذا الزمن في بداية القرن الجديد أسمع بعض الإسلاميين والمتمسلمين والمشتغلين بالدراسات الإسلامية عندما يصنفون بعض المفكرين يقول هذا معتزل. أسمعوه معتزل، وتذكر معتزل توفي عام 1400 وقديش 37 38 عندنا معتزل توا. هذا الذي أسألكم عنه والذي أرغب في أن يجد لديكم عناية. لسنا نبحث لأجل البحث ولا ندرس لأجل الدراسة، وإنما نحن سئمنا أن نبقى على حافة الحياة بالعالم، وسئمنا أن نجمع الانتساب إلى الجهالة مع الإسلام، وأن يعطل فكرنا وأن نصبح مقلدين بامتياز، وأن نفقد مكانتنا في العالم مع أن مقومات ديننا من حيث مبادئه تفرض علينا أن نكون في مقدمة التغيير. والأمة التي تشعر بأن الإسلام تنوير عقل وأنه وضع حد للوصاية، وصاية السماء على العقل البشري، تعطلت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الكتاب الذي تركه ليس كتاب وصاية وإنما هو كتاب لإثارة العقل وتربية العقل، لا يقدم حلولا لمشاكل الناس ولكنه يحرك العقل ليجد تلك الحلول. ألف آية فيه للنظر في الكون، ألف آية فيه للنظر في تاريخ البشرية، التجارب العملية للبشر، وكانه يستحثنا بقراءة القرآن على أن نرتب عقولنا ترتيبا جديدا، على أن ننظر إلى واقعنا نظرة جديدة. الكتاب لا يجيب عن مشاكلكم وإنما يصنع عقلا يوجد حلولا لمشاكلكم. وقوة الإسلام أنه أتى بكتاب مثير مفتوح فيه تلاطم أفكار، فيه كثير من نقاط الاستفهام، وسيبقى هذا الكتاب دائما أبدا جاثما على قلوب الناس ليحرك فيهم رغبتهم في أن يفهموه، في أن يدركوه، ليجعل العقل دائما أبدا قائما على البحث عن الحقيقة. ولذلك ما فماش وصاية على العقل ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في تحريك وتحرير لهذا العقل من منطلقات حتى لا يضيع جهد هذا العقل. وهذا اللي جاء به الإسلام، قال انطلقوا من أكسيوم، كما ننطلق نحن في الرياضيات من أكسيوم. إذا كانت الماتيماتيك تقوم على أساس التدليل
في كل نتيجة نصل إليها، ما كنا نستطيع أن نفعل ذلك لو انطلقنا بدون منطلق. انطلقنا في المات باكسيون في قضية ثابتة بنينا عليها المركب. جاء الإسلام قال نبني قضية في قضية نبنيها، وأن الإنسان مكلف بمهمة بتكون ابنيه على هذه المهمة كل سعيكم. أقول يا أبنائي يا إخواني، بعض المفكرين قبلنا لم ينجح والإصلاحيون لم ينجح. أولا لأن النخبة التي حملت فكر الإصلاح بقيت نخبة منعزلة عن واقع التغيير. مشايخ الزيتون اللي حملوا راية التنوير بقوا في الردة، ما كانش عندهم فعل في الواقع. أنا أذكر أن في كلية شريعة كنا نقرأ الشيخ الفاضل بن عاشور في 68 نقرأ في السنة الثانية، كان يقرأ لنا دراسات القرآنية يوم الأحد بالعشرة ال 12، فأثار بعض الحديث أثاره في أن يثرب على واقع الأمة حالة متكلمة، وبدأ يتحدث عن واقع الأليم الذي نعيشه، واقع التخلف. فأنا كنت في آخر صف خدمة، الصلاة هذه فيها ثلاثة صلاات مفتوحة على بعضها، كنت في الأخير بإمامتي اللي لبسها لي هو في الأخير، فأنا طبست رأسي من شجاعتي وكنت مولتهم أنتم عرفت المصدر وعرف الصوت. عمر روح قال نعم سيدي، ما رديتش عليه، فمي خبيت. في آخر درس أردت أن أتفاداه، قعدت أخذ من الباب يخرج وعرفت ثلاثة بباب. كي خرجت قلت له خرج الباب الأولاني وراه وصل المكتب بتاعه، استنيت شوية وبعد أنا حطيت ساقي في الكولوار وهو جابني غدا. واحد يحكي مع الطلبة في حكاية توميسيسي ويستنى فيا وشوف. وصلت حطيت على كتفي، كان سيدي قال لي شفت المكتبة؟ تيجي نمسك المكتبة شوفها. جابني المكتبة هذه دخلت أنا وياك سيدي ثلاثة أربعة، حطنا في الدروج. الباب الثاني بتاع كلية الآداب، كلية الآداب بتاع صابين، باب ثاني لك الخلال اللي نجي نتبلسين احنا خارجين وفما الخامة محكومة. وقفي كانوا فيها وخذوا من الخامة، كيف خزرت لها قال لي عجبك الخط؟ نسي عجبك. قال لي كان الخامة لها عامين وهي تستنى بقى. قلت له سيدي على قلة البناية؟ قال لي لا، السيد وزير التربية اسمعوا المسعدي الله يرحمه وقتها راى من الضرورة أن نحيوا كلمة الزيتونية باش يجمع الرقة، ما نجموش نعرفوا إذا كان حاطين الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، يعني نحي الزيتونية. بعد قال لي حاجته باش يقولوا لي، قلت لي تكلمت من هذا في الصلاة ما جاوبنيش وقت حكوا لي. قال يا ولدي أنا كيف نغلط في حياتي غلطات كيما اللي تعرفها باش نحقق هدف واحد وهو أن نربط حاضر التربية بماضيها ونبني عليه باش نتجاوزه، وكنت حقق أكبر هدف في حياتي كان هو وجزء من مشايخ يشعروا بأن هذا الانقطاع اللي راته الأمة موش طبيعي، موش طبيعي باش نلقاو اللي كنا عليه، لكن موش طبيعي باش نقطعوا وننتقلوا إلى موضوع ثاني. اليوم اللي نقوله وأنه سبب من أسباب فشل التغيير أن اللي حاملين هالفكر أحد نفرين، إما حامل فكر تنويري خارج إطار ثقافة الأمة ويعتبر روحه جاء فاتح العقول، جاء رايد نقول لكم كما كان جول فري جاء، ما تفكروش لما جول فري، أنا تفكروا أنا صغير في ناجة نحمي بركيبة كشارع جول فري، مصورين جول فري رئيس جمهورية فرنسا وقدامه زوج أولاد صغار، واحد لابس بالكتاب وعامل شورت ولابس سورية مليحة، وواحد عنده أطمار بالية وسلوان مقطع سوريته مدوشة تالي ومدين يديه وديه هو مش يمدنهم كتاب. أش عرفنا فرنسا بهذا العلم هذا اللي احنا جايين نتعلم المعرفة من عنده.
ياخذ عنهم العلم والمعرفه يعني ياخذ عنهم الحضاره. فما جزء من مثقفينا جاوا نهار من النهارات قالوا هالتعاسه اللي نعيشوا فيها قص علينا من هم جوان وكتابه وعزامه وناس ماشيين واحد توجع وزارته يمشي يعمل حرز وياخذ يعني يحب يعرس بمراه يعمل حرز وياخذ خايف لمرته تطلقه يعمل حرز فك علينا من هم النزره كانوا نقطعوا ونمشيوا المنظومه جديده قائمه على العقل. هذو ما نجحوش ما نجحوش لانهم خرجوا من اطار غير اطار ثقافه الامه ما قاموش برفع الامه معاهم قاعدين ينظروا لهم على انها هواج. الثانيين اللي منطلقين من داخل المنظومه واللي عندهم حرص على ان امتهم تنهض كلها شيبها وشبابها وتنهض بمثقفيها وتنهض باطاراتها وسياسيها هذه تقمعت وتقصفت وما عملتلهاش باش تبلغ الصوت نتاعها وهي ارتضت لنفسها ان تبقى على الحافه لانه شيخنا في عام 30 وعام 20 وقت اللي جا التنوير وبدات الناس شيخنا الاميره نازلي في تونس في اول القرن جات الاميره نازلي بقات قريبنا وليت قريب البلاد المشايخ وقفوا ضدها وما حبوش يقريبوا البنات البعض من اللي تحركوا باش يقريبوا البنات لقوا صدود في العائلات نتاعهم حبيناش نقدم البنات نتاعنا لان شعورنا كان احنا باش نمشيو لمنظومه جديده واحنا ماناش مدركين بان التراث الثقيل اللي نتحملوه هو تراث يحتاج الى غربله اللي ورثناه عن اجدادنا مش كله باهت ورثنا النص النص هذا يتحرك في التنفيذ تغير في التطبيق وولينا نعتبروه عكاز ومن القرن الخامس توقف الفكر وتفكر توقف العقل لأن المدرسة اللي قامت من القرن الأول حتى القرن الخامس كانت مدرسة تربية العقل تربية العقل كانت تربية الملكات قدرة الإنسان على أن يمتلك المعرفة ويحيط بها يعني قدرته على أن يصنع عقلا مش يحصل معلومة من القرن الخامس حتى التوى نحن نعتبر المعرفة تحصيل معلومات تكديس معلومة على معلومة فيه أبي عقل يعيها ويدركها ويفهمها ما نجحناش لأجل ذلك ما نجحناش لأنه صورنا التغيير في وقت من الأوقات هو جلب صور أنتجتها الحضارة الغربية جينا عملنا دستور في 61 جينا عملنا مجلس كبير ضاهينا به البرلمان جينا عملنا طرقات جينا في الأخير قرينا أولادنا الطب وقرينا أولادنا الهندسة وقرينا أولادنا باش يوليو يرصدوا الجو والحركة زمان خرطت في التوجه هذا قديش بيه ما نرفع على نفوس التحدي ولينا خدميين في المجتمعات ولا ندرك أن هناك من المعارف ما لم نحصله ويبغي نحصله والمعارف الأخرى المعارف العقلية اللي سبيع علوم إنسانية والتي تصنع العقل وتصنع العلاقات في المجتمع هذه العلوم بقيت ضامرة واليوم عندما نتحدث عن تجديد التربية متاعنا وتجديد التعليم الديني نستثني أن يكون لنا قدرة على أن نصنع عقلا لنتحدث مع النص ما معنى العلوم الشرعية أنك تقرأ القرآن وتستنتج من القرآن باش تستنتج بعقل إذا كان عقلك ما عرفش قواعد وأصول التفكير ما كانش عقل نافذ ما كانش عقل يؤمن بالمعرفة التراكمية ما كانش عقل قادر على أن يربط عن طريق السببية واقع الناس ما تجمش تصنع ما تجمش تفهم القرآن وأنا باش ما نطورش عليكم وحيلكم في دراسة تاريخ التفسير لتعلموا أن التفسير بقى دائماً أبداً رهين مستوى معرفة المفسر والقرآن لم يعطي أسراره إلا لمن تقدم بالمعرفة شتان بين الذين اعتمدوا على قول ابن عباس في تفسير بالمأثور قائم على نقل نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبقى تفسير قرن أو قرن ونصف وهو يمسكه رجال الأثر التفسير بالمأثور التفسير بالمأثور حتى اللي جاب الناس قال يا ودي يخرج بالمأثور شوية إيش ندخل العلوم العربية جانا تقريبا مدة قرن تفتح عقول الناس لأنهم تسلحوا بمعرفة اللغوية جعلتهم قادرين على أن يفهموا النص بعد بشوية تفك عليها أو يحسن معكم بعد جاءت المرحلة الثانية قالوا جنسي لنقائق اللغة وهي البلاغ ولا القرآن رهين البلاغيين
وأصبح القرآن قادر على أن يجيب على أسئلة لم يجب عنها المغيبون ولا أجاب عنها الذين قبله من علماء الأثر. وجلس محشري وخرجنا من القرآن معاني باقي الدقائق البلاغية حتى اللي وصلنا للرازي من القرن الخامس السادس 606 مات الرازي. جاء الرازي بحصيلة تلك العلوم اللي سماها علوم حكمية وهي المنطق والفلسفة بتاع اليونان التي انتقلت إليه. وقت اللي تقرا التفسير الجميل ما تلقاش فيه ما وجد على التفسير الطبري أو تفسير من قبله. تلقى نقطة شنو اللي تغير؟ مش النص تغير، الأداة التي تستعمل للتعرف على النص. إحنا اليوم نحتاج إلى أداة مش تدخل على النص وتربط النص بالواقع. اللي ما قراش علم الاجتماع وعلوم التربية وعلوم وعلوم النفس وما قراش العلوم السياسية والعلاقات الدولية واللي ما قراش علم العبران البشري واللي ما قراش الإعلام واللي ما قراش كيفية الاتصال ما هوش ممكن مش يفهم النص القرآني ومش ممكن يخرج منه دوائر واقع الناس ومش ممكن ينهض بعقول الناس. أنا ما حاجتيش بتعليم ديني يعلمنا مجموعة نصوص هاي موجودة في كتب الفقه عبد بن عبد الله بن زيد القيرواني مكتب وابن رشد الحفيد والجد كتبه يكفينا يسقي فيه البركة. أنا حاجتي اليوم بعقل ينطلق من المنظومة بتاع الأم ينطلق من منظومة قائمة على كونيسونس إلكسيو. كونيسونس إلكسيو في الإسلام هي إيمان وعمل، الإيمان والعمل الصالح هذا المطلوب منه. ننطلق من منظومة الإيمان والعمل الصالح هي أساس انتظامنا في الإسلام لنحقق هذا الوجود والكيان الذي نرحب فيه. من سيصنع ذلك؟ أنا سيس هل قاعد نكتب فيهم مصباح الليل نستجم تعمل نستجم نعمل حد شيء إذا كان ما فماش طبق من المفكرين ينظروا لهذه القضية ويحولوها إلى دراسات واعية كما الدراسات اللي كنت تسمع فيها ولازم تنشر ولتولي حديثنا. أنا نحتاج الأئمة ما يدعوش فوق المنبر ويحكي لي على مناها نارها فلان في الظلال ويحدثنا جمعتين على الشيطان وانواع الشياطين في الواشاط الكرب وشطر لنا وجنون وجنون نحي عليا فك على امي احنا نحبوا عاقل واعي تعملوهن تصنعوهن عندنا 6000 جامع في تونس وعندنا العالم مليون جامع عندنا مليون خطاب. الخطاب التنويري اللي بدا فيه محمد عقبال في تجديد التفكير الديني لليوم ماهوش حي في الامه بعيد عليها. اليوم الامه قاعده توغل في تعطيل العقل توغل في الخرافة. أمة الإسلام اللي عزها عقلها اليوم تعيش الخرافة المطلقة الخرافة في التغيير اللي توها وقت اللي تعرف الدبابة وضع حاكم جاءوا ناس جراء قالوا جاء تطبيق الشريعة الإسلامية عجب شو اللي تغير في الدنيا مش تتغير مش تتغير في الدنيا بتغير شيء. هذه كي السذاجة القائمة على أساس تعطيل العقل أرضينا أنفسنا في أوهام نستناوشكم شي وقلنا أرضينا أنفسنا في أوهام أن مش نغير نغير بعد عام وعامين. لا قرينا قواعد التغيير ولا نفهمنا مفهوم الدولة ولا فهمنا مفهوم المؤسسة ولا أدركنا كيف باش نكون غير ولا أدركنا أن المؤسسة القديمة اللي توا بعض الشباب خلينا ننتبهوا بعض الشباب الآن يكلموا فيها على الدولة الإسلامية اللي عملها الأحكام السلطانية والمواد وابو يعلى فما ناس يطالبوا بذلك اليوم يطالبوا بالدولة الإسلامية لكنها مرض يا ودي الدولة راهي ضاعت الآن راهو نمط الدولة تغير هي الدولة الحديثة بتاع القرن العشرين رايحة إلى زوال اليوم ما عادش فما دولة القرن العشرين لأن ما عادش تحكم من خلال البرلمان ما عادش تحكم من خلال الأحزاب راهو الآن المنظومة بتاع القرن الحادي والعشرين بأن يعني تصبح الدولة مديرة للمصالح العامة. اليوم تكونت ثلاثة مؤسسات في العالم يفهمون من زيت تمزيد تشتين الوقت عملوا لنا ثلاثة مؤسسات من عام 75 عندنا منظمة التجارة الدولية فهموني مليح عملوا لنا منظمة التجارة الدولية وقت اللي عجزت الامم المتحده على انها تصيغنا في نطاق عولمه والامم المتحده ما قدرتش تحل اشكاليات القائمه في العالم خاصه اشكاليه اسرائيل
لانحياز لصالح اسرائيل. تبين ان السياسه مش قادره باش تحل الاشكالات اللي حقهم يحلوها بطريقه وهم المتنفذون المنتصرون في الحرب العالميه الثانيه. اش عملوا؟ عملنا ثلاث مؤسسات في العالم. عملنا منظمه التجاره الدوليه. وعملنا البنك الدولي. وعملنا صندوق النقد الدولي. الفمون الانترناسيونال. هذه الثلاث مؤسسات هي التي تحكم العالم. والذي تطبع اي دوله. اليوم هي التي تحكم العالم. وما فما حتى دولة تهز راسها تقول جوزها. اليوم العالم ما عادش تحكم فيه برلمان. مش كافي تحكم فيه. اي نعم. سوزوكي وياماها وجد امها. وولد الشاب الاسلام اللي قلبه نقي ويحب الدين ويبكي على حالة الامه ويقول انا نحب محمد يعيش في متاهة الغياب عن الواقع. لما يهز كلاشينكوف ويقتل الناس ويتصور ان هذه دولة اسلامية. منين جات الدولة؟ كون اعطاك الحق. قادر انت باش تسوس، قادر باش تسير، قادر باش تقوم بشؤون الامه. فهم ان الدولة هي قهر الناس في حلوياتها. يعزوا على المرأة تطلع المادة وقت اللي يظهر كعبتها مرأة تشفطها وتصوروا ان هذيك الدولة الإسلامية. هالضياع يحتاج الناس يغيروه. انتم يا مرمين ويا سادة ويا مشايخ ويا إعلاميين ويا علماء، إذا كنتم تسوقوا لهذا المنهج ليش بنقولوا بعد 40 سنة 50 سنة بالتفاصيل الطعيوب؟ إذا كان يبقى الكلام بتاعنا في الميكروفون ونطويو والزميل وقت اللي كان يتكلم دابا قال بالله ينشروه لانه حاسس وهذا كلامه مش قاعد يتنشر. وقت اللي يتنشر ويتدرس ونكون له راي عام وهذا هو مطلب المواطن العادي ونحي له من مخه سيد الحفاوي يبطو عنده ونحي له من مخه سيدي محرز نهار الاربعاء ونحي له من مخه بجنون ونحطوه امام واقعه ونفهموه ان التغيير بيده وانتم اعلموا بامور دنياكم. ممكن ننجو يا بلادي. اذا انا جيت باش نتعلم باش نفهم باش نكون واحد منكم وراكم يا بلادي. لكن انا عاجز رجل كبير ما عادش قادر باش نغير حالي. نحب شكون يقودني منكم وريني اش لازم تعملوا في حقول امتكم. فهمنا باش نبلغوا الصوت. لانه اذا حد الان قاعدين ننفخوا في الماده. لكن بجهدكم بعملكم بتبسيطكم لمقولاتكم بنزولكم الى عقل شعوبكم بمخاطبتهم بلغتهم كما خاطبهم سيدنا بلغتهم تستطيعون ان تغيروا واقع مرير ارتد علينا 12 قرن كامله. نحتاج القرن واحد انا طالب منكم بعد قرن بعد قرن تتغير عقول الناس لانه نحتاج ثلاثه اجيال. جيل الوعي بالمشكله، الجيل الثاني هو صناعة من يغير، والجيل الثالث هو الذي ينجز هذا التغيير. ليس الأمر ليس طويل المدى، لأن الكلام عن التغيير والتنوير حصل قرنين وثلاثة قرون من وقت اللي كان الشيخ مملوك يتكلم على هذا الكلام هذا في الأرض بتاعه اللي تبنى بها الحبس الجديد في 1989 كان يلم ثلاثة مش حدثهم كلام لا مش حدثهم عن هذا الأمر بتاع التنوير. ولكن استنينا قرنين والان في القرن الثالث ما عملنا حتى شيء. انا اللي طالب منكم ان تكون منكم نخبه عامله في الميدان غير منعزله عن الواقع تعيش الواقع. والخطر هو ان ينعزل اصحاب الفكر الاصلاحي عن الواقع. قول كلمه اخيره ونمشي نقول كل شيء. الحركه الاسلاميه في القرن الماضي بشرت بامل جديد. كان من نجاحاتها ان اشاعت اسم الاسلام على السنه الناس حتى اصبحت الناس تتحدث عن الاسلام يحل مشاكلها يبني حياتها يحكم علاقاتها. لكن بقى نقص وان هذه الحركه لم تؤمن بانها تستطيع ان تعمل من داخل مؤسسات دوله لم تصنعها. انطلقت من منطلقها كانت تتصور ان الدوله القائمه دوله فاسده. والتي بقيت على حافه الدوله وقامت الدوله والدوله قاومتها
وأثار المقاومة ترونها الآن في السجون ترونها الآن. أنا أقول التغيير يحصل من داخل مؤسسات الدولة علانية. اللي عجبه عجبه، اللي ما عجبوش ما عجبه، هذا رأيي، هذا فكرنا. لكن نحن نؤمن بالدولة ونؤمن بالتغيير من داخل الدولة ونؤمن بالوطن كقاعدة للتغيير، ويمكننا نؤمن كذلك بأن الأمة عالية بالتغيير، لكن نبدأ من وطننا من حيث نحن، ونريد أن نضحي من أجل ذلك. وأكبر تضحية أن نبعث شبابنا يتعلم. نحن مش أمة المعرفة فقط، نحن أمة طلب المعرفة حيث ما كانت، ولذلك أمتنا تنقلت، نحن الأمة المتنقلة. لو بقي المسلمون بمكة ما تغير واقع الناس. أمة تنقلت من مكة إلى المدينة، ومن مكة إلى المدينة انفجرت. اللي مشى النهاوي، واللي مشى ابناء القيروان، واللي مشى الفاس، واللي مشى طنبوكتو، واللي مشى قاع الدنيا. وأمة جعلت من اهتماماتها الأصيلة الرحلة في طلب العلم. اجعل الشباب يؤمن بمستقبل قادر على أن يغير بيده، يرغب في المعرفة ويسافر من أجلها، يقع التغيير بقدرة الله. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا مجددا للاستاذ عبد الفتاح مورو وللدكاتره المتدخلين. الان نفتح باب النقاش وللمداخلات والاستفسارات. ناخذ قائمه اولى بعد. تفضل. عاد الدم. عاد الدم. أن اللغة العربية أصبحت مهددة أيضا في العالم العربي. شنو الآليات اللي احنا مش نستعملوها في التنمير لو احنا اللغة العربية أصبحت مهددة داخل حتى العالم العربي؟ نشوف بعض الوزارات، هناك حتى بعض المراسلات بين الوزارات العربية، يعني هذه المراسلات يعني تقام للغة أجنبية. فهذا يعني مشكلة في الممكن احنا نعرفها في العالم العربي. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر موصول للمنظمي هذه الندوه المهمه والاستراتيجيه. انا كنت الشكر موصول الى الاخوه المنظمين لهذه الندوه
الاستراتيجية والمهمة، ونحن أمام معضلة الأسوة ومعضلة التنوير. في الواقع طرح هذا السؤال متأخر جدا، نطرح طور التنوير في 2017، لكن رغم ذلك يعني متأخر كثير من لا شيء. يعني خلينا نطرح هذا الموضوع. هنالك معضلة التنوير، هنالك وعي التنوير، التنوير ووعي التنوير، والتنوير الوظيفي بمعنى انه نستعمله لايقاف مد ربما يعني متطرف ونجم الذهاب الى الاباء للقاعده للتفضل بهذا في دور الوظيفه لهذه التنمية في مواجهه هذه الظواهر. ولكن ايضا التنمية عضويا ليس وظيفه فقط، عضوي بمعنى هو مساهمه استراتيجيه في نهوض الوطن، في نهوض الامه، نهوض هذا الشعب. يعني كيف يكون استراتيجية في النهوض، كيف يكون التمويل أداة استراتيجية في النهوض. أستاذنا وشيخنا مرة تكلم على الترحل في الجغرافيا، أين نحن في حاجة لترحل في العقل؟ العقلانية والعقل في حاجة لترحل في العقل، نقلة بعيدة في العقل من استهلاك المعرفة، يعني من معرفة تستهلك المعرفة إلى معرفة تنتج المعرفة. فرق معرفة تنتج المعرفة بين تلك ودرس بتاع الفيزيك تكتب كما هو مراجع، وبين ننشو فيزياء. هذا نقلة في النقلة في الوعي، ونقلة في وعي التنوية. شنو هو التنوية في النهاية؟ في النهاية هو يطلق طاقات الإبداع في الشعب في المجتمع. يعني كيفاش الناس تكلموا مثلا عن المعتزلة، كيفاش بقوا في عصرهم؟ المعتزلة لم يخلقوا السياق الاجتماعي لواصلة يعني مشروعهم في العقل والتنمية. فشل التنوير، هذا يولي تقاليد اجتماعية للمجتمع في حد ذاته، يولي عنده علاقة مباشرة بعقده، بثقافته المشتركة، بقيمه المشتركة في وهي تفعل في الواقع. هذه نقطة اللي عملها مارتن لوثر في الإصلاح الديني، شنو عملت بها مرة العادة المشتمة في الإنجيل، العادة راهو ما تحققونه في الواقع. يعني التنوير ليس كلمة بسيطة هي في الواقع. قال العدل ليس نصرا في الواقع، وانما العقل ايضا ليس اصلا كله، لكن ما نحققه الواقع نحققه نهوضا عن مبادئ الديمقراطيه والمدنيه والتغيير. هذه الحاجات كيف نعبر عنها من خلال هذا المشترك الثقافي؟ فاش نكونوا منصحين مع انفسنا، مش متعاركين مع انفسنا. التونسي يكون منصحي مع نفسه، يتعامل مع ثقافته ومع دينه ومع القيم بتاعه بشكل تنمائي كالهواء، بشكل عالي مش بشكل عقل. عندنا قليل واحنا نتعامل، يا اخي نمشوا للدين ولا نمشوا ضد الدين؟ نتعامل ونتطور. انا ودين نمشي للدين، من يتجاوز امشي للمعركة، امشي للمعركة ونصالح مع ذاتي. ما تخليش الشخص والانسان غير مصالح مع ذاته، الشعب غير مصالح مع ذاته يعجب هذا الابداع، مش ممكن يحكم نقلة مع الدين. شكرا سي عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جبت أستاذ مساعد مهندس الوطني مهندس تونس. أنا عجبتني ياسر كلمة الشيخ عبد الفتاح دكتور العمر، لأن فعلا كلمة هي حتى صباع على الدار. تاريخنا وحضارتنا فيها كثير من الأشياء الإيجابية. نتذكر ما قلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرام. بداية حطوا لي هذه في موضع الحروب ضد العبودية وتلقاها يعني هي قمة روعة. يقول موسى معبرة، هو الفلاسفة هذه كلمة فلسفية معبرة تنجم تبني أمة، ولكنها ما عاد تحملنا عليها عشان نتبقى حاجات أخرى. يخشى الله من عباده العلماء، يخشى الله، يخشى الله سبحانه وتعالى، إن الله يخشى، إنما يخشى الله. شكون من العلماء يا أخي؟ أنا نعطيكم معلومة علمية، وأن العلم الحديث والعصر الحديث بكل وسائل الحساب الرقمي عاجزة باش تصور تصوير صحيح لورقة الشجرة لليوم، واحنا في 2017. هذا من العلماء اللي يقصد مراكش، هذا من العلماء اللي يقصد مراكش.
وهما اللي يكونوا القنطرة بين العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية. وما تنساش نصيبك من الدنيا وفكر في الآخر وما تنساش نصيبك من الدنيا، هذا السعيد. وهذا هو الرابط اللي نجم نخليه الناس اللي يدعيوا الدولة الإسلامية والمجرد إذا يجيوا للعلوم الفعلية، العلوم الصحيحة بتبعاتهم مش هتقاوى الواحد في القرآن، مش هتقاوى الواحد في الأمور الدينية. ولماذا أين برامج الأعجاز العلمي في القرآن؟ والله شيء مثلا تشوف بحلايا صحافي وأني مش عرضت عليه السنين التالي باش نحطوا برامج أعجاز علمي في القرآن، ما هو شيء كبير ياسر موجود. وفما ناس عملوا أشياء برشا علاش كل يوم يوريهم كان عارف السياسيين والأخطاء الشباك على ما ذمش. علاش ما نوريهمش أعجاز علمي في القرآن؟ شيء كبير العلم اكتشفه الاجتماعي. إيه نعم مواصلة. نعم يحدث حق الواسع العلمي ربي هذا كافي. شوف راهي الحجه العلميه تنتفي قدام كل حجه اخرى تنتفي. وقتها يقول لك الشمس تجري في مستقر لها هذه عام 1975 عالم سوفيتي بتاع عالم فضاء اكتشف الشيء هذا ولقاه موجود في القران عنده 14 قرن واسلم على اساس هذاك. هل هناك فعلا علوم؟ احنا مش نغدر بعض الناس كيف نحب نغدر بإجازة. هل هناك فعلا علم يمكن ان نصفه علوم يمكن ان نسيبها بالعلوم الدينية؟ انا حسب رايي قول اعزائي الامه هو من ينسبون انفسهم علماء الدين واوصياء على الامه. لكي ربي سبحانه يقول يا محمد لا تهدي من احببت ان الله يهدي من يشاء. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة هذا الموضوع المطروح اليوم هو موضوع كما قلتم ليس موضوع الساعة، هو موضوع في الحقيقة تتداول وتتناول في جميع الحقب التاريخية، ولكن ما يطرح اليوم ربما في هذا الطرف الخاص في بلادنا في تونس بعد الثورة في هذه المرحلة بالذات في هذا الواقع السياسي المتميز باعتباره واقع محكوم بما يسمى التوافق وبما يسمى التعايش والتشاركية. كل هذه المعطيات تجعل طرح الموضوع يأخذ بعدا آخر يتجاوز البعد الفكري والبعد الأخلاقي إلى البعد التشريعي والبعد ربما الاستراتيجي والاستشرافي. ولذلك فإني سأقدم إضافة فقط على المستوى على الأقل في خصوص حد اختصاصي حتى لا أتداخل مع ما تم تقديمه اليوم، لأن اليوم لما نتحدث عن التنوير أخشى ما نخشاه هو أن نقع في مطب التحريف، لأنه بدافع التنوير وبدافع التحديد وكأننا ركبنا على أنفسنا عقدة نقص وكأننا نتحمل أعباء ما يقع في العالم من إرهاب ومن جرائم ومن تخلف، وكأننا أصبحنا نعتبر أنفسنا وأننا نحن المسؤولون عن كل هذا. ولذلك نجد أنفسنا من حيث لا نشعر نتخلى شيئا فشيئا عن بعض من أصالتنا، كالشخص الذي يتخلى عن ملابسه حتى يتعرى لغاية إرضاء الآخرين. فهذا ربما أعتقد ما نخشاه اليوم، وأعطي أمثلة كثيرة على ذلك. المثال ولا أريد أن أعدد الأمثلة، ولكن أمثلة تتعلق بموضوع الساعة. أنتم الآن مقدمون على قانون اسمه قانون مكافحة العنف ضد المرأة. هناك مقاربات دولية للمرأة، هناك مقاربات دولية للجنس، هناك مقاربات دولية صحيح فرضتها التوازنات الدولية كما قال الشيخ عبد الفتاح باعتبارها محكومة بمنظومة معينة لم تتمكن من تحقيق أهدافها عبر السياسة فتجاوزتها عبر المنظمات الاقتصادية وانطلقت من اتفاقية سيداو ومؤتمر بيكي. اليوم نجد تطبيقات لهذا، وهنا أمر إلى ما يسمى التطبيقات الحداثية. التطبيقات الحداثية اليوم لما نتحدث في قانون في بلاد مسلمة يتحدث عن النوع الاجتماعي
في الفصل الأول والفصل الثاني في ظهر هذا القانون هو مكافحة العنف ضد المرأة. كلنا يفرح وأننا نريد أن نحمي المرأة. هناك أرقام مفزعة تتعلق بالعنف ضد المرأة، ولكن لما نتحدث ونقرأ القانون نجد أنه لا يتعلق ولا يتحدث عن العنف ضد المرأة بقدر ما يتحدث عن نوع الاجتماعي. ولا بد من توعية الناس بما هو ما معنى النوع الاجتماعي. النوع الاجتماعي هو مفهوم حديث أو بالأحرى مفهوم تنويري بين طفلين بمقتضى التطورات الحضارية والفكرية والإيديولوجية للعالم الآخر، وهم يريدون أن يمررونها ويريدون أن يفرضوها علينا. ونجد اليوم أنفسنا في القانون يطرح علينا ونطالب باعتماده بناء على ماذا؟ بناء على ما تم التنصيص عليه بالفصل 6 من الدستور وهو ما يسمى بحرية الضمير. لن أنتم اليوم وأختم هنا فقط عفوا عن الإطالة، وأن المرحلة الآن تتطلب ماذا؟ نحن كلنا فرحون بالدستور، تعرفون جيدا أن الدستور قد صادع عليه أكثر من 200 عضو. عليه رغم أن العائلات الفكرية مختلفة، ربما يتساءل بعض منا لماذا الإسلامي فرحة بالدستور واليساري فرحة بالدستور والعلماني فرحة بالدستور؟ لأن كل واحد يعتقد أن في هذا الدستور مضامين تحقق له أهدافه، ولذلك بقدر ما فرح اليساريون بالفصل السادس بقدر ما فرح الإسلاميون بالفصل الأول بقدر ما فرح غيرهم من فصول عديدة، وهم الآن يتصارعون من أجل هذه المضامين باسم التحديد. ولذلك الحذر كل الحذر أننا باسم التنوير وباسم التحديد أن نلغي أصلتنا ونلغي معتقداتنا ونلغي ثوابتنا وأصلتنا. شكرا. شكرا الأستاذ عمان. تحية للأخوة المحاضرين والأخوة الحاضرين، الأستاذ نعمان العش، أستاذ فلسفة بطور أعداد دكتوراه في التفكير السياسي. أولا أنا والله نحاول باش نتصلش نتكلم ساعة دقيقتين فقط، باش نعمل عملية مزاوجة ما بين ما قدمه الأستاذ الشيخ عفتاح وعبارة نطق بها الأستاذ مصدق. الأولى عبارة الأستاذ مصدق جديدي تحدث عن ختم النبوة، والثانية الرصيد العميق جدا الذي يقدره الذي قدمه الأستاذ عفتاح هو عن العقل وما يكون له من دور من الإسلام في التاريخ والواقع والمستقبل بإيجاز. وقت يقولوا ختم النبوة يعني ما سمى رسالات، يعني يا إنسان راهو سيد معناتها تكفلت بإبلاغك ما يجب عليك أن تفعله. نعود الآن لقصة آدم الذي دخل الجنة ولم يفعل شيئا لا حسنات ولا سيئة، قال رب يدخل الجنة أما أوكي جنة شيخ فيها بني وعليك شيخ ما بدكش منها لا منها عليش كده منها عن خاطر استعمل عقل به خرج منها لهنا ما يخرج منها باش يستعمل عقله. خرج من الجنة مكرما ونزل إلى الأرض مستخلفا العقل لا يا سيدي العقل عبارة قالها الأستاذ الشيخ عبد الحميد رائع جدا والله يقولها بكل عرف التراكمي العقل التراكمي العقل راهو كما قال أيضا ما تبقاش عقل غربي خاص وراح ينتبهوا وما تبقاش تنوير عربي مختلف عن ليش لما الكل مع بعض وفرز لأن الصياغة النهائية سوف يكون منها ما يصلح للمستقبل يكون لنا لكن بنا نحن لا يحقرنا أحد منكم نفسه فنحن الذين نصنع التاريخ بما يكون لنا من باع يكون به لدينا أو تكون به لدينا القدرة على صناعة المستقبل التنويري التراكمي والذي هو العمري جدلي دون شك لأن دون الجدل لن يكون ثمة من تماس داخل هذا التراكم الذي سوف يصنع لنا التاريخ المقبل ونحن صانعوه والعبارة للأستاذ عبد الحميد بارك الله له وبه وفيه وشكرا لكم جميعا. السلام عليكم. بارك الله فيكم احنا سعيدين
الموضوع هذا اللي جاء في وقته وانا نقول منقولوش كان معتذر. محمد ساسي الجمعية التونسية للتنمية البشرية والإضافة الحضرية. تونسي كنت مغترب في غرب كندا من 76 إلى 2016 40 سنة. والحمد لله اختلطت بالمسلمين الجدد اللي دخلوا في الدين الإسلامي بالعقل بالآليات العقلانية لمح على هذا في كل في مكتبه بالآليات العقلانية لأنه في المكتبة عندنا مكتبة كلية الطب في غرب كندا في جامعة ألبرتا عندنا كتاب اسمه الخيال الخلاق لمحي الدين بن عربي. محي الدين بن عربي ممنوع في 6 دول خليجية. من هنا نبدأ الآليات العقلانية نكتبها في هذا الكتاب عن الإيرادات 3 اللي قالها العبد الصالح لموسى طالب العلم وربي كيفاش قال له. هذا مكتوب بالإنجليزي طلعوه الكتاب The Great Imagination الخيال الخلاق طلعوه وقرأوه فيه قرابة 300 صفحة بالإنجليزي. كنا ما نلقاوش الوقت باش نقرأوه. هذا مثال. نرجع مثال ثاني بالله مادام تكلمت عن الغرب سي مصدق الجندي ونرحبوا بيه أهلا وسهلا صديق قديم. اذكر إيمانويل كانت. إيمانويل كانت شهادة الدكتوراه بتاعه اللي 12 جوان 1765. شهادة الدكتوراه هذه فيها بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة من الفوق. أنا بالصدفة جبت معايا نسخة هنا. البيوغرافر متاع من إيطاليا اسمه فيراري واثنين فرنسويين كتبوا الكتاب عنوانه لا سيفيليزاسيون أراب وصوروا تصويرة متاع إيمانويل كانت وفيها بسم الله الرحمن الرحيم الفوق. لدي فرنسي هذا كاثوليك قالوا بسم الله الرحمن الرحيم مكتوبة هنا من أجل الآليات العقلانية في القرآن اللي جابوها العرب بالمهاجرين لأوروبا. أنا شفت هذا كيف أنه يربط في بعض مع كل ما سمعناه. الآليات العقلانية اللي موجودة في القرآن هي المغيبة اليوم لأنه يصبح وحش الإنسان عندما يفتقد الآليات العقلانية اللي هما الثلثين متاع إنسانيته. كلمة إنس حسب بعض الأبحاث اللي قمت بها في التنمية البشرية لأنه كرمني الله بفهم التنمية البشرية وعملت بعض الأبحاث. إنس في العربية الحرف الأول يمشي لإبليس والنون للنفخة اللي تحولت نفس والسين الأخرى هي السجدة بتاع الملائكة سجدة لبونا آدم بعد ما النفخة مشات لي آدم وحواء. وهذه مشكلة ثانية في الأمة العربية بتاعنا. هل النفخة مشات لي آدم بس أو مشات لي آدم وحواء وفي الوقت أو حواء بعد؟ هذه أرجوكم البحث فيها مهمة جدا. ووجه الكلام للشيخ الشيخ المحترم ما نقولش كما قلت لأستاذكم لكل منكم لكن كل من أهلنا يسمعونا. يعني ما نقولش لأستاذ عبد الفتاح لكل منكم لكن اليوم الفهم مفقود جدا في هذه النقطة. هل النفخة اللي أمرها الله أن تمشي لآدم هل هي مشت لآدم وبعد المرة سوري آدم من ضلع الأعوج؟ هذا اللي نقوله فيه. أول إمام في غرب كندا صديقي إلى الآن حيام يرزق عمر 82 سنة من المنبر كان يقول وجاي أزهري المرأة حواء صنعت من الضلع الأعوج. يعني يا ربي سبحانه كأنه غير قادر أن يخلقها في أحسن تقويم كالرجل فاتهمت أنها من الأعوج. هذه أكبر غلطة وهذا اللي يلزم يتعمم عند أولادنا وجيلنا الجديد. من هنا وقتها ما عادش واحد يبنى على المرأة باش تسوق السيارة. أما اللي يمنعها باش تسوق السيارة لأنه عنده في أدبياته في منظومة الفقه بتاعه مصنوعة من ضلع أعوج. وأكبر مظلمة لقرآننا ولديننا ولخالقنا سبحانه وتعالى أنه ربي يعني على آدم أنا خلقني من أحسن توقيم أما هي من حاجة معوجة يعني فاضلة أعظم روعة من لوح ورأي كوجينا المطبخ. أكبر مهزلة. أنا يا صاحبي الإمام أقنعته ما عادش يقول الكلام هذا ونقنع أهلنا ما عادش يقولوا الحواء صنعت من ضلع الأعوج. ضربة خطيرة لكن بها يصير التصحيح. بالله يقدم شوية تسمحوا لي بس لأنه أنا اختصاصي في الآليات العقلانية هي اللي تغيرنا من مستوى إلى مستوى. نمشي مثال آخر في القرآن عندنا 12 آية 12 آية ربي سبحانه يسمي القرآن بحديث. نسيت كلمة حديث أن القرآن حديث لأنه هنا عندما ندقق النظر فيها هي تعني جديد جديد بعد التوراة والإنجيل وجديد في كل عصر يجدد لنا ويحل لنا مشاكلنا بين الفكرية والمجتمع اللي اليوم ما سمعتش من الأربعة اللي تكلموا أنه
ولا واحد عمل لنا تشخيص على متطلبات المجتمع. تكلمت في النصف الاول بارك الله فيكم وما شاء الله، لكن متطلبات المجتمع خطيره جدا اليوم. امس كنت في كليه من كليات المونستير وسمعت كلام من الشابات شيء كبير، يلزم حلول اكثر من كلمه التنوير. ربي سبحانه عندما جابنا لكلمه التنوير اختار لنا مصطلح اخر حطونا في 7 آيات، هو الخروج من الظلمات الى النور. ومنهم واحدة في سورة الطلاق في الآية 11. نحب نقرأها لأنه نحب شغل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. يعني أنا قد يجوز لي أن أكون في الظلمات، وقد يجوز لأني مؤمن وأعمل الصالح، لكن لن أخرج من الظلمات إلا بآيات مبينات مش بينات. الآية المبينة هي البينة، وهذا يستوجب التدبر اللي هو مفقود اليوم في الدول الخارجية كلها ويعتمدوا على تفاسير قديمة من نصف قرن ومن 50 قرن. التدبر هو المهم، هذا هو للتنوير الحقيقي. أدعوكم لأني طلعت على مجلتكم الآن والمواضيع اللي فيها ممتازة جدا، لكن ربي سبحانه علمنا أن المتعلم وطالب العلم في سورة في قصص سيدنا موسى 3 مرات يقول فانطلقا ينطلقوا مع بعض، ولا يعرف العلم ولا ما يعرفش ينطلق فرد هدف لرحلة العلم، كما قال شيخنا الكونيسونس والأكسيون، أولي العزم والبصيرة، الأيدي والأبصار، عفوا أولي الأيدي والأبصار. فالمهم أنه أنا أعتبر أنها جاءت في الوقت، لكن يلزم نركز على الحركية والديناميكية، أنه الخروج من الظلمات إلى النور. كلمة التنوير عبارة على ندهن، ما نقدرش ندهن واحد هو واقف في الظلام ومصر يبقى في الظلام، يلزم ياخذ قرار أنه ينتقل من الظلمات إلى النور. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور منير قبطي استاذ جامعي اختصاص علوم قانونيه ورئيس المركز المغاربي لدراسات فكر الاسلام. يقول واحد اقدم على العلم كن شجاعا استعمل عقلك الخاص ذلك هو شعار عصر التنوير. ويقول اخر اذا ذهب صدقي فقد عميل، فاذا اردت المعرفه فقد اردت الصدق، يعني الشده والتضييق على نفسي والقساوه لا تلين. طبعا عندما يقع الحديث في كل مره عن التنوير او غيره لابد في هذا البلد الذي يشهد العظمه منذ بدايته. فلقد جاء الفتح الإسلامي سنة 27 للهجرة، ثم سنة 50 للهجرة على يد سيدي عقبة بن نافع رضي الله عنه، فإن تونس كانت أول بلد يؤسس لماذا؟ يؤسس إلى هرم معرفي للتعليم جامع الزيتون 116 للهجرة. وحتى عندما ذهب يتلقى سيدي علي بن زياد العلم عن الإمام مالك قال له الإمام مالك رحمه الله من أي بلاد أنت؟ قال من إفريقية. قال له أنت من بلد القبلة الرابعة بالاعتبار، معتبرا أن هذا البلد هو بلد يؤسس للمعرفة والعلم. كيف لا ونحن الذين كنا في فترة من الفترات نحكم العالم وسادة للعالم؟ ففي العصر الأغلبي كان جامع الزيتون يحظى بالعديد من الأهمية الكبرى، فكان كل الطلبة يعيشون من المال الذي تقدمه السلطة في تلك الفترة، وهذا حديث طويل. ثم أن تونس من جديد في العصر الفاطمي كانت هي السبب الذي أعاد فيه القرامطة الحجر الأسعد إلى مكانه، ثم أن تونس في العصر الصنهاجي حكمتها إمرأة أم الله لمدة 10 سنوات، ثم أن تونس هي التي جعلت في القرن 19 1847 تقريبا في رسالة أرسل بها يوسف داي إلى القنصل الأمريكي بعد أن تم إبطال العبودية في تونس، يقول له بالحرف وهذا مكتوب وموجود: نتمنى أن تحظى الولايات المتحدة حذر تونس في تطبيق الشريعة الإسلامية للقضاء على العبودية. إذا نحن أمام بناء معرفي كبير في هذا البلد الذي يتهم بأنه بلد متخلف، ونحن الآن متخلفون، وهذا أمر لا نقاش فيه، إلا أن الأساليب العلمية والمعرفية، إلا أن البناء المعرفي ادعى أننا نحن ننسب كل العلوم إلى سيد محمد بن عاشور، ونسينا أنه لا يمكن أن يكون ذلك الهرم المعرفي الكبير في غياب جيل معرفي. هناك من كان يفوق سيد المنطقة محمد بن عاشور علم، ولكنها غصون لا تثمر وأثمر سيد محمد بن عاشور. العلم والمعرفة، أنا أريد أن أرجع إلى المعين الأول، إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
في إسلام بلال بن رباح. بلال بن رباح ليس كما سوق في فيلم الرسالة أنه عريان جريان، هذا غير صحيح. بلال كان هو الممثل وكان هو الرئيس، إذا كان صح الكلمة، المدير العام لمجمع أمية المخلف. بلال أسلم بعقله في رحلة معرفية مع أبي بكر الصديق في حوار في الشام. نريد أن أقول أن الحديث عن التنوير والتنويريين، الحديث عن الإصلاح التربوي، الحديث عن بناء تونس من جديد، لا بد وأن يكون له أرضية، والأرضية صالحة، فهذا البلد الطيب يعوش بالكفاءات، شريطة أن يكون لهذه الكفاءات مكانتها. شكرا وسهلا. شكرا دكتور. استاذ عادل تفضل. ليه سمحني قبل استاذ عادل خاطري باش نضطر غادي. احنا في تونس بعد الثوره تحدثنا عن التناقض بين النساء والرجال. فاعطيتي انا الاولى تقريبا درجه ما عطاني حتى كلمه. كلكم تحدثتوا على التحرر المراه، والمراه ما عطتنيش كلمه. لا والله لا خارجه مش ابدا نريد أن نستخلص ما هو الدرس، ما هو الدرس الحدادي، ما هو الدرس الحدادي، يعني أن يفكر نعطي سر مش معك يعني ما نحنش موقف خراب تاخذ مني موقف. ايه بالحق فما نوع من الامتعاض خاطر انا قاعده مقابلتكم ونظن انها المراه تتشاف مش كيما الرجال تشاف. ورفعت يدي رفعت يدي في الاخر خبرت وقعدت. قلت العشرة ما شاء الله 10 رجال تكلموا ما تكلمتش فيهم امراه. احنا ربينا الطفله مالي صغيره على الحياه على الحشمه على الخوف. خوك قبل وخلي خوك معك تطور القاعه ما شاء الله فيها برشا نسالك من تحط الله رفع جدا تتكلم. المهم لا مثيلة لا مثيلة عليك. اللي نحب نقوله انا للاستاذ الدكتور اللي تحدث على مساله المراه تخلقت من العضو المعوج والمقوله الفرنسيه قالها لي استاذ فرنسيه وانا نذكر تقريبا سنه اولى ثانوي. قال سي ديو كريا لوم افون لا فام سي سنه كيفاش. المذكرش بالضبط المهم البريون تعمل قبل الاصل. سي بوركوا سي بورك توت اوفر دار ا بوزوان دو بريون سي بوركوا ديو كريا لوم افون لا فام. وحاجه اخرى نحب نقولها وانا استاذ فلسفه كنت نسمع في الدكتور مصدق جليدي تحدث على مساله التنوير عند كانت. يعني جاء في بالي فكرتين. الفكره الاولى هي ان احنا ديما العرب المسلمين نحتاج اذا كان نحب نشرعوا لاي عمليه اصلاحيه او تجديديه في الفكر عندنا شعور وكانه يلزمنا نجذروا العمليه هذه داخل الفلسفه الغربيه او داخل العقل الغربي. ولكن يغيب عنا ان الحداثه التي نمجدها الحداثه اللي بدات في التنوير مع كانت ومع فولتير الذي اعتبر الدين خرافه. أنا نحب نقول اللي أكثر حاجة ضربت الدين هي الحداثة، هذا ما لازمناش نساوه. راهو فما مقاربة للدين اليوم، يعني المقاربة هذيا هي مقاربة بدات تظهر مع الحداثة مع فولتير وتواصلت من بعد مع ما يسمى بفلاسفة الظن الثلاثة اللي هما كارل ماركس وسيغموند فرويد ونيتش. نيتش اللي قال إن الله قد مات ولم يبقى إلا أن يعد جنازته. كارل ماركس اللي قال قولته الشهيرة إن الدين أفيون الشعوب. وفرويد الذي اعتبر أن الدين عصام ووهم وهو تعبير عن مرض نفسي أي المتدين هو مريض نفسيا. الفلاسفة هذول الثلاثة هما اللي كانوا يعني يوجهوا برنامج الفلسفة. يعني المخاطب نتاعنا الاستعصاريين المتطرفين الاجتثاثيين اللي تشوفوا فيهم اليوم هما اللي قراوا الفلسفة في السنوات اللي كان أنا نفسي قريت فرويد وماركس ونيتش ما قريناش مقاربة أخرى للدين. بالكونتر هذيا المقاربه تتسمى المقاربه الوضعيه اللي اليوم يا ناس الفلسفه تشاوف المقاربه هذه واليسار نتاعنا لازال متخلفا متمسك بفرانك ما نقصنيش. اليوم فما مقاربات جديده اليوم ولينا نتحدثوا في الفكر الفلسفي الجديد مع خاصه ادغار مورا واساتذه الفلسفه يعرفوا هذا. اصبحنا نتحدث عن المركب لا بونسي كومبلكس وليدونتي الهويه المركبه والفكر المركب والانسان المركب. يعني هو الانسان مركب الانثى وذكر الهوية الكونية اللي نتحدث عليها اليوم والعظمة هي هوية
الحضارات. دون سوسونس لا بلي زيد حاجه اخرى، مساله التنوير اللي تحدثت عليها بكري، راه التنوير ليس في العقل فقط، التنوير في القيم. احنا اليوم العالم العربي والاسلامي رانا ما نعيشوش ازمه عقل فقط، بل ازمه قيم. هناك افلاس في القيم من قبل كل القيم والنقابه. احنا القيم نلقاوها في الممارسه، خاصه الممارسه السياسيه مفرغه من القيم. ما فماش يونيتي، ما فماش بلو ايتي، ما فماش قيم في الطب بطريقه، ما فماش قيم في الممارسه السياسيه، ما فماش قيم في الممارسه الشغليه. الناس اللي تشتغل ما تشتغلش بضمير. هاي ازمتنا احنا، وي ازمتنا مش سوغ البلان تيوريك، مش سوغ البلان راسيونيل، سوغ البلان دي فالور. اليوم لازمنا نرجعوا العمل كقيمه والصدق كقيمه. راجل السياسه ما يلزموش يكذب، ما يلزموش يكون ماكيافيلي، يلزم يكون عنده قيم. وشكرا لكم. كما قالت من ضمن صوتي انه بالحق احنا العقل اذا كان باش نشوفوا ما هي معطيات العقل. احيانا نسمع بعض الجهابذة والمخبى نتاعنا يعني في التلفز ولا في غيرها يحكيوا، تشوف يعني ابسط انسان اللي عنده المنطق السليم لو بون سونس، نقولوا احنا يعرف اللي واحد مع واحد يساوي اثنين، يجيبوا له انسان يبرر ويجيب كل المسوغات وكل معناتها ويخالف كل المسلمات باش يقنعك بحاجه يعني هي متنافيه مع المنطق السليم. ما تقولش شنو السبب هنا، اش يخلينا نوصلوا غاديتا هنا؟ ربما مش نرجعوا اذا كان تحكيو على التربيه، راهي ما تبداش مع التعليم، ما تبداش مع السن السادسه اللي هي مدرسه، تبدا من الاول، تبدا بعد خمس سنين ولا مع الاسره. هل هل الانسان هذا العربي المسلم كيفاش نكونوه في الخمسين هذول؟ كيفاش يتكون؟ خممناش عليه، لأنه هذاك هو النوايو ديور، هذاك هو النواة الصلبة اللي من بعد باش تخليه يتعامل مع الأدوات العقلية، مع اللي تحب أنت تكون تحكي، لأنه تنجم أنت يعني تعلمه في أفضل الجامعات. احنا شفنا ناس تعيش في الخارج وتجينا بآخر واحد، وقت نشوفوا الممارسة شوفوها تماما مغايرة اللي راهو تعلموه. هنا هذه هي القضية اليوم اللي نعيشوا فيها، وقتاش نتناغموا مع الفكر يولي متناغم مع الممارسة، وقتاش تولي الشخصية المتوازنة اللي هي ناضجة هي اللي تحدد، لأنه من غيرها هي راهو ما فماش مجال، لأنه الإنسان قادر باش يبرر، عنده آليات نفسية دفاعية قادرة باش تزين وترد الأبيض أسود والأسود أبيض. وهذا ما نشوفوا فيه كل يوم، يعني حتى في تقبل الاخر، احيانا تقعد بيه تقول استاذ جامعي اكاديمي بالمستوى هذا يجي يحكي بلغه حتى كما قلت الانسان البسيط اللي هي بالمنطق السليم ما يعملهاش. علاش؟ لان فما مشاكل في يعني في الشخصيه، لانه فماش حالات تتحلل من الاول في التربيه نتاعو، لازم هذاك نركزوا عليه يعني في التنوير، لازم نعاودوا نرجعوا للمربين نعمل ثقافة أخرى في التربية الأصلية المبكرة ونخدموا بها بعد ونكملوها. ما كانش راهو كما قلت معناتها من أهم المعطيات هو الجانب النفسي والآلات الدفاعية هذه. وشكرا. شكرا أستاذة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني قلنا بالنسبة للسيدة جناسي عادل دبق مصرف مستشار التربية مؤلف باحث صفاقس. يعني بالنسبة للسيدة جناسي ماذا نستخلص من الدرس الحدادي؟ ما هو دور المفكر؟ وكيف يجب عليه أن يغير وكيف المجتمع دون أن يثير يعني المقاومة والصد؟ بعد 70 سنة تقريبا حدادي ظهر لي نحن الان نعيش في الوضعيه المعاكسه، فكيف واجب على المفكر ان يتريث وان يتامل وان يتلين حتى لا يثير الاشتباك مع المجتمع؟ بالنسبه للسي
سيصدق سيدي يعني تحدث عن مبدأ ختم النبوة وهو مبدأ خطير جدا وأسيء استعماله حتى الناس قالوا ختم النبوة يعني تحلم من فبالإضافة إلى مبدأ ختم النبوة لابد من إضافة العنوان الثاني نحن نزلنا الذكرى وإن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظه فالذكر موجود والعقل له من الوسائل ما يوافقه أن يتعامل مع هذا الوحي أعتقد أن المبدأ الذي يفيدنا الآن ونحن نسعى إلى التنوير هو مبدأ شرح الصدر ألم نشرح لك صدرك آية 22 من سورة الزمر تعطينا مبدأ التخلق تحدث عنه الأستاذ محرز كيف نحقق التنوير في الواقع كيف نستعمل كلمة التخلق أو التخليق هنا نرجع لعالم الطبيعة التخليق في العالم الطبيعة التخليق الضوئي المبدأ النبات يعني ينمو بعملية التخليق الضوئي يعني النبتة نادى الورقة تأخذ الأشعة الشمسية وتحولها من طاقة كهرومغناطيسية إلى طاقة كيميائية للنمو نفس الشيء بالنسبة للواحد ألم نشرح لك صدرك ناخذها سورة الزمر أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور رب الذي يشرح صدره هو الذي يتمثل الوحي والوحي في المدارس الحديث العصري يعني نفس هناك المدارس تعتمد على المصارعة وتعتمد على القراءة سأخاطب الحضور بمنطق الأب سأمثل نفسي ومنطق ابن المرب استمعت إلى كلام مهم واتفق معه كثيرا حول أن التنوير رفع للوصاية وكل الاستشهادات تؤكد ذلك من ابن خلدون إلى إدغار بوران إلى غيره وهذا انتفق بجانب ولكن الآن سأخاطب الشيخ عبد الدهمور ويجله كثيرا الحمد لله في تونس معناش جوارجي إخبار معناش معنا شيء حق تحمره نفتخر به جميعا فلتسمعني يا أستاذ الفاضل وهذه فرصة طيبة لحضرتك من أجل تسمعك هذا الكلام لغة الأب اتفقنا على أن التنوير رفع للوصاية وتحرير للعقوبة أي عقل نحرر؟ هل العقل الواعي أم العقل الذي سيخدر؟ نحن أمام قانون جديد وأنتم ستشاهدون فيه وأؤكد كلامي بما حدث منذ أعلن السيد الرئيس على ما يسمى بالسطلة وقانون في الغرب تلامذة المعارض أين يدرس أبنائه احتفلوا على هذا النبأ العظيم بالتداول والتلاعب بالمخدرات في بابين والجميع يشاهد لا يحرك ساكن فإن كان التنوير تحريراً للعقول عن أي عقول أو ماذا بقي للعقل التونسي حتى نحرره فقط صيحة مرتب وعقول إن أن تستطيعوا أن تنيروا سابقاً هذا الوطن أو أمرتموه بنظراتكم المشرفة والأليقة والتي لا نشك فيها وبعلم بالله عليكم احموا صغارنا مما أو احموا ما نحن مدعونا إلى القيام به وتنوير العقول والاكتشاف واقتراح حلول المشاكل لهذا المجتمع هذا خطر داهم أعلنتها لكم وإن شاء الله واحد وأنا واثق أن ستجد لديكم وللأخوة الحاضرين الصدى المنصف شكرا هيزي الفردود أستاذة جامعية متخصصة في الإحصاء وتحليل المعلومات عن جمعية تونسية وثمن المداخلات ومن الحضور من كافة الأطراف لكن المداخلة تاعي مش تكون مختلفة عن انتقال الكل
اليوم انا بالحق نرى في روحي في حلمه جديده قاعده تتحقق، ان نحن نكون في اطار اسمه الرابطه العربيه للتربويين التمويليين. هذايا حلم برشا ناس حلمت بيه وفكرت في انه وتغشت على الواقع وكيفاش مش موجود وكيفاش ما فماش كونتريبيسيون كيفاش. اليوم ولا كيما عندنا المأسسة نتاع الاشياء اللي كنا نحكيهم في التريتن وفي نبداو متغشين ونحن نتفرجوا في التلفزه. اليوم فما تفعيل، اليوم الفو فالوريزي ليتاب اللي هي نحن فيها، هذه التجربه الجديده وهذا الحلم اللي هو بالنسبة لي قاعد يتحقق اليوم في أول الخطوات الأولى نتاعو، ونحن مالنا كان نساندوه ونقدمو به إلى الأمام. قد نختلف في تفسير التنوير والنور الإسلامي ولا جينا من فلسفة صفة الأنوار، ولكننا مش نلقاو على فورمول ماجيك في الآخر اللي هي تناسبنا وتكون خاصة ومتماشية مع الواقع التونسي. يعني اليوم أنا لاحظت حاجة أخرى مختلفة اللي هي شنية الاسم بتاع القاعدة اللي احنا فيها والحلم الجديدة، سميناها الرابطة العربية. كلمة العربية عندها شوية إشكالية مع الشعوب العربية. الشعوب العربية لما تستخدم